والعنوان جيد. نعم والله مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم على قناة جسور وحلقة جديدة مع المفكر الرائع صديقي ومثلي الأعلى كريم العبيدي. فرحب بكريم العبيدي، أهلا وسهلا بك كريم العبيدي على قناة جسور، شرفتنا يا أخي. أهلا وسهلا بك سال، وشرفني أنا أن أحضر معك هذا اللقاء المباشر. رغم اللي ما كانش عندي وقت، أما ما نجمش أرفض لك طلب. أوه حبيب قلبي، ثانك يو سو ماتش، يعني هذا وسام شرف بصراحة. سو نبديها على طريقة كريم العبيدي: السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم نجمة اليوم نجمة نتحدث عن الحرية الفكرية. طبعا العنوان، يمكن راح تغلق القناة بعد البث: لا خضوع لا استسلام حتى سقوط الإسلام. طبعا الإسلام راح نتحدث عليه، إسلام نتكلم فيه، كل الطوائف الإسلامية، اسم الإسلام، الإسلام الأموي، العباسي، التركي، وهكذا. So, تحية لكل إخواننا الموجودين الحاضرين واللي سيحضرون. الأخ كريم العبيدي وصفحته الرئيسية اللي تقريبا ربع مليون متابع أغلقت مؤخرا بسبب الإرهاب الفكري، الإرهاب الجسدي والعنف الإسلامي مال الكوكب. والآن كلنا تعرضنا ل الإرهاب الفكري. فأعطينا فكرة عن اللي صار كريم، إغلاق الصفحة، وماذا كنت تعمل في الصفحة؟ عرف بالصفحة أولاً لو سمحت. أوكي، الصفحة في الحقيقة هي صفحة حركة تغيير شمال إفريقيا، وهي صفحة يعني معرفة من طرف فيسبوك بالإشارة بتاع التعريف، تم الموافقة على التعريف، وهي صفحة رسمية تقريبا فيها ربع مليون مشترك. وهذه الصفحة تتطرق أكثر شيء للأوضاع السياسية اللي موجودة في شمال إفريقيا، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. ولكن في بعض الأحيان يتم بعض النقد للمظاهر الاجتماعية، وكانت هذه الصفحة تتعرض إلى السينيال، إلى التبليغ الكثير من طرف المسلمين، رغم أن حاولنا بكل الطرق أن نكون نوعا ما متفتحين، ونحاول أن لا نجبد، ما نتكلمش على الإسلام مباشرة، وإنما نتكلم على بعض الظواهر الموجودة في المجتمع. ورغم ذلك تم التبليغ على الصفحة عدة مرات، وتم إغلاقها عدة مرات، وتم إعادتها، ولكن في آخر مرة وضعنا مجرد فيديو قصير يتكلم حول رأي الشارع الشمال الإفريقي في مسألة من يتحول من الإسلام إلى المسيحية ومن الإسلام إلى الإلحاد. وكان المسلم العادي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الكبير والصغير، ردهم جدا عنيف وأكثر داعشية من داعش، الذي يقول يجب أن يقتل، يجب، والذي كان متسامحا جدا قال يجب أن يخرج من البلد أو أن نبلغ عليه السلطات. وهذا الفيديو يعني عبر على كل شرائح المجتمع، حتى الغير متحجبة، حتى اللي تشرب في البار، حتى اللي ميطبق ولا شيء من الإسلام، أكثر داعشية من داعش. وتم التبليغ على الصفحة، ومع الأسف التبليغات تواصلت وأجبرونا على حذف الفيديو، ورفضنا حذف الفيديو، ولكن تواصلت التبليغات حتى تجاوزت أكثر من 100,000 تبليغ. واو، هذا حرب، يعني حرب حرب. معلنة رسميا. الحرب الفكرية التي يخوضها الإسلام هي أخطر من الحرب الجسدية، لأن الحرب الفكرية تدمر الإنسان من الداخل. ولهذا أنا دائما أقول إن الإسلام يستعمل الإرهاب للتخويف، لتخويف الآخرين لكي يصمتوا، لأن في وقتنا الحاضر واحنا نعيش في ثورة الانترنت اليوم، مثل ما عاشت اوروبا وقت طباعة الكتب، اخماد صوتنا واستسلامنا يعني انتصار الارهاب الفكري الاسلامي. ولهذا
معناتها أوجه لجميع الإخوة الذين يتعرضون إلى الإرهاب الفكري إنهم لا يستسلموه. هذه نقطة. نقطة أخرى، سامحني سالم، ما نحبش نطول على الناس كثير خاطر الموضوع موضوع جدا عميق، لأني كان عندي اتصال مع مسؤول من المسؤولين بتاع الفيسبوك، ووقع بيني وبين حوار حول هذا الموضوع. معناتها قلت له لماذا أغلق الصفحة متاعنا؟ الجواب متاعه في الحقيقة كان مقنع بالنسبة لي. قال لي احنا كفيسبوك عندنا قانون، والقانون هذا مربوط بلوغاريتم نتاع جوجل، لوغاريتم نتاع فيسبوك هو اللي يتصرف. قال لي المشكل اللي هما في الصفحات نتاعهم. قلت له علاش ما تغلقوش الصفحات نتاعهم؟ قال لي خاطركم انتوما ما تبلغوش عليهم، على خاطر هما ما يخليوكمش تبلغوا عليهم. اول ما تدخلوا الصفحات نتاعهم يمحيوكم، يبلوكيوكم، يرفضوا انكم موجودين. اذا هما حامين انفسهم بالسنسرة، بينما انتم انسانيون وتعطون الحرية. وهذا من الناس ما معناتها فما قولة بالفرنسية تقول لا حرية لأعداء الحرية. لا يمكن أن تعطي الحرية. ولهذا أنصح جميع الإخوة اللي عندهم صفحات، اللي عندهم مجموعات، أي رب مسلم يعمل تعليق من غير ما تقول له راني باش نحيك، نحيه مباشرة. يجب أن نحاربهم بالمثل لكي نحمي صفحاتنا من إرهابهم، لأن المسلم لو تعطيه صبع ياخذ يد كاملة. إذا هذه مسألة مهمة جدا، الإنسانية لا تنفع معهم. هؤلاء لم يصلوا حتى مرتبة الحيوان. الرحيزة على الحيوان صراحة. احنا خذينا قرار في الصفحة الجديدة نتاعنا، اي رب مسلم يحل فمه يطير، ولا نقاش ولا انذار ولا تحذير. وانصح جميع الاخوة اللادينيين والاحرار كلهم ان لا يعطوا الكلمة لهؤلاء الهمج، لهؤلاء المجرمين. ليس لا تعطيهم الكلمة، ما تخليش تتكلم، تخليهش نحيلوا رب والديه من الأول باش يفهم قدره. هؤلاء يجب أن يعرفوا قيمتهم، لأنهم هما يظنوا أنهم انتصروا، أن بربهم انتصروا، أغلقوا الصفحة وأغلقوا القنوات وأغلقوا وأغلقوا وأغلقوا، وهم لم ينتصروا، لم ولن ينتصروا. هذه نقطة. نقطة أخرى معناتها صغيرة جدا، وجهها للمسلمين، للمسلمين الذين يقومون بهذه الأعمال. أقول لهم فما قولة تقال في تونس، اللي في رأس الذيب في رأس السلوقي. نعرف احنا السلوقي هو نوع من الكلب اللي معناتها الذيب ما يقدرش معاه. كان انتوما ذيوبة احنا كلاب، راهو عندنا نفس العقلية، احنا كنا كيفكم، كنا كيفكم ونعرفوكم كيفاش تخموا، وما يقدر عليكم حد. المسلمين الغرب بسلاحه بطيارات، وأنا قلتها عندي 20 سنة، سال 20 سنة قلت لو كان الغرب يريد القضاء على الإسلام يعطينا ثمن طائرة أفساز F-16، ثمن طائرة F-16 طبعا نحيوا لهم رب والديهم. أنا أتمنى أقود واحدة من هذه الطائرات كريم. لا أعطينا سعر الطائرة، سعر الطائرة، ما تعطينا احنا لا نستغل العنف، أعطينا سعر الطائرة اللي انتوما تخسروا فيهم السلاحات وكل شيء. اما الغرب ليس له نيه ان يقضي على الاسلام. اذا احنا ما عندناش الامكانيات، والحرب والاسلام عندما جرم الاسلام، انا قلت هذا قداش من مره، ان الاسلام قام، الاسلام المحمدي قام على نظام القبيله، ونعرف نظام القبيله الخطر هو من الداخل. نظام القبيله مثل البيضه، على قد ما يكون الهجوم من الخارج يكون قوي، ولكن ضربه من الداخل سوف يفجره كليا. ولهذا أقول لكل السياسيين ورجال الأعمال وكل الناس اللي عندهم نية إنسانية فعلية حقيقية للقضاء على هذه الجرثومة السلطانية الإجرامية اللي هي الإسلام، إنه يدعم أحرار الوطن ما يسمى
الإسلامي. هذا هو الحل، والدعم ليس بمقابل، لأن هناك دعم، وهذه النقطة الأولى اللي باش نتكلموا فيها ونخلي لك الكلمة. تمام. أنا صراحة عندي تجربة مع صفحة إسلامية تسمى الأمة، وانتبهت عليهم كيف يروحون يبلغون، يعني لما يعرفون في قناة أو في أي نشاط ضد الإسلام يروحوا، يعني يذهبون بالمئات، عندهم شيخ في هذه الصفحة، ممكن مئات أو آلاف يروحون يبلغون، مثل ما حدث في قناتي آخر، يعني قبل شهرين ونصف أو 3 شهور أغلقت، بدون قناتي أغلقت بدون حتى إيميل، يعني دائما هم يبعثون إيميل أنه في كذا وكذا، مع العلم أنك يعني تعمل وبجهد جهيد لصالح شمال أفريقيا ولصالح بلدك، لكن فعلا هذا السرطان وهذا الإيبولا أو الكوليرا ضرورة محاربة هذا الفكر بأي طريقة ممكنة. ومثل ما قلت، يعني نحن صراحة في كلام فقط نوجه الكلام، ويعني دمنا أو قلوبنا على هذه الشعوب البائسة المسكينة، وهذه نداء آخر لكل إخواننا. طبعا أنا دائما أقول هنا عند الآدمينية اللي في القناة، لا تحضروا السب والشتم، أحضر immediately، يعني الحظر والمنع immediately. اللي يحب يسمعنا ويناقش معنا أهلا وسهلا، أما أخواننا جماعة الله أكبر وصعاليك محمد، الحظر ما ينفع معهم غير الحظر. المهم كريم، تعرضنا وتعرضت أنت لهذه الأمور، القمع والإرهاب الفكري، فما هي يعني لك الحرية الفكرية ومحاربة هذه الحرية، مع العلم أنك لا تؤذي أحدا و تسعى للنهوض ببلدك، فكلمنا عن الحرية الفكرية لو سمحت، ومحاربتها ومقارعتها. هذه مسألة الحرية الفكرية، لازمنا نعرف حاجة جدا مهمة جدا، إن مع الأسف إن الغرب عندما أقول الغرب راني لا أقصد الشعوب، وإنما أقصد السياسات وأقصد رجال الأعمال واللوبيات الاقتصادية وكل شيء، الساسة والقادة أكيد، يعني عمري لا أقصد الشعوب، الشعوب بعيدين عن الكون هذا، كل شعوب العالم أبرياء، لا يمكن عندما نقول أنا أمريكا لا أقصد الشعب الأمريكي، وعندما نقول إسرائيل لا أقصد الشعب الإسرائيلي، كلهم محترمين الشعوب. هذه نقطة. المشكلة إن السياسة العالمية مستفيدة جدا من الأديان، الأديان الإبراهيمية الثلاثة، حتى إسرائيل استفادت من اليهودية الصهيونية، استفادت من اليهودية لتكوين الدولة الإسرائيلية، ولكن الصهيونية الآن لم تعد لها أي قيمة، لأن الهدف وصلوا إليه، يعني ما زالت تشتغل في إطار الحفاظ على هذا الكيان. نفس الشيء السياسة الغربية تستفيد من المسيحية ومن الكنائس المسيحية ومن الكنيسة الإنجيلية وغيرها، وتستفيد في نفس الوقت من الإسلام. لماذا؟ لأن هذه السياسة هي سياسة استهلاكية، سياسة استهلاكية، سياسة تبحث على الربح، محمية من طرف رؤوس أموال كبيرة، ما يسمى معناتها كبيرة جدا، مساعدهاش هذه رؤوس الأموال إن الشعوب كلها تكفر. أنا مرة قال لي واحد، سألته قلت له لماذا معناتها الأديان لا تنتهي؟ قال لي ليس من مصلحة السياسة ولا رؤوس الأموال أنها تنتهي الأديان. قلت له لماذا؟ قال لي تصور 7 مليار إنسان على الأرض يولي ما عادش يؤمن بالله، يولي كل واحد يريد يعيش الجنة في الدنيا. قال لي هما الأغنياء يمثلون أقل من 1%، يعني الأغنياء الكبار، هذوما الأغنياء الكبار مستعدين أن يضعوا نصف ثروتهم لكي نبقوا في الدين، لكي يؤمنون أن نعيش حياة أخرى بعد الموت، لكي هم يعيشوا رب جنتهم في الدنيا. وهذا صراحة ما يعني مثل حي في السعودية ودول الخليج الآن، يعني البترو دولار لو ترجع إلى هذه الدول، يعني قبل 50-70 سنة
لم تذكر لها، لا يوجد لها أي قيمة. وانظر إليها الآن، وهم يحثون السلفيين ويدعمون السلفيين والإرهابيين، وعلى رأيك هم عاوزين الدين مشان الغلابة والمغفلين يحلمون بالآخرة وهم يعيشون دنياتهم. واليخت يعني تصور يخت ب 35 مليون دولار بحور عين وفاكهة مما يشتهون وعلى الأرائك متقابلين، كل ما موجود في القرآن حققوه أمراء الخليج وحكامنا ورؤوس الأموال. أنت تتصور أنها العائلة المالكة في السعودية شعبها يخرج من الإسلام مو بش يقسموا معاهم أموال النفط؟ يعني مش ممكن. إذن السياسة العالمية تخاف من الإسلام الإرهابي، ولكن لا تخاف من الإسلام الذي يخدم مصالحها. حتى الإرهاب الإسلامي تستفيد منه لبيع السلاح، يعني هناك شركات لبيع السلاح تشجع على الإرهاب الإسلامي، وهناك شركات أخرى، طبعا هو ذا صراع من بيناتهم، يقول لك لا احنا مثلا نحاربوهم، يعني نحاربوا الإسلام الإرهابي لكي نسمح بالإسلام الآخر المتفتح اللي نجموا نصنعوا له سجادة صنعت في هونج كونج، ونعملوا له دشداشة، ونعملوا له بوصلة بتاع صلاة باش يعرف القبلة، باش يبيع لهم الأدوات نتاعهم. يعني هنا شنو حبيت نقول اللي على مسألة الحرية، أنا أتوجه هوني إلى أحرار. أنا دائما رغم أني أنا أمازيغي شمال إفريقي، أغلب الأمازيغ وأقولها يقولون يجب أن نقطع مع الشرق ونتجه نحو الغرب، نحو أوروبا التي هي أقرب لنا جغرافيا ويفصلنا بينها البحر. أنا أقول لهم إن الغرب لا يريدنا، إحنا أقرب ناس لينا، اللي إحنا في الهوا سوا، في الهم واحد، هو الشرق الأوسط. ليس بيننا بحر، صحيح هما بعاد علينا، ولكن تربطنا أرضا ممتدة عبر مصر إلى الشرق الأوسط. وعندما أقول هنا أؤكد على شيء سهل، عندما أقول شمال إفريقيا والشرق الأوسط أتكلم من جزر الكناري اللي هي أمازيغية إلى كردستان. يعني إيران ما تحسبها ليش، ما لا أحسب نفسي من تابع إيران. تركيا ليس لها وجود، تركيا جزء منها تابع أوروبا، وجزء تابع الأكراد، وجزء بسيط خلق تركيا من طرف الغرب. الغرب هو اللي خلق تركيا. أتاتورك شكون خلقه؟ خلقوه هما. أما تركيا لا وجود لها. عندنا كردستان تابع الشرق الأوسط وتابع شمال إفريقيا. الأهل الكردي، الشعب الكردي، شعب يعني يتبع، احنا كلنا في نفس المصيبة هذه التي هي مصيبة العروبة والإسلام. والعروبة، وعندما أتكلم عن العروبة أتكلم العروبة التي مغلفة بالفكر الإسلامي والتي هي عملة واحدة. كما قلت لك إن بالنسبة لي الإسلام هو نظرية قومية مغلفة بالدين، هي عنصرية، هي نازية ما أخذ شكل دين. يعني يتصور هتلر عنده النازية متاعه قومية، القومية نعرفوها، وقالها ابن خلدون إن القومية عصبية. تتصور إنك تضيف للعصبية القومية عصبية دينية، يعني يصبح يعني قنبلة نووية. ولهذا هنا أتكلم على مسألة الحرية، وهنا باش نذكر على بعض النقاط. أتوجه إلى الإخوة اللادينيين وأحرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط. أنا تكلمت كثير من مرات وطرحت وجهة نظري في مسألة التعامل مع الغرب في محاربة الإسلام. أنا كانت عندي تجربة سال، كانت عندي جمعية ثقافية فكرية إلحادية في عام 2000 1998، عملت ما يسمى جمعية في فرنسا اسمها اكس ميزيمون، يعني المسلمين السابقين، وعملت جمعية في تونس عام 2001 اسمها المسلمين السابقين، نفس الشيء. وما كنتش أنا المدير، كنت أنا مجرد الكاتب العام لهذه الجمعيتين،
وكانت المديرة يعني للجمعية عندها اتصالات باش تاخذ مساعدات ومعاونات من جهات يعني أجنبية، أجنبية يعني غربية. وبالفعل يعني اشتغلنا، وكانت عندنا مجلة تصدر كل شهر والأمور كويسة وكل شيء. ولكن بعد فترة من الفترات أنا ماذا حسيت؟ أنا بعض يقولوا لي علاش أنا أكره التعامل مع الغرب، لأني عندما نكون تابع جهة معينة ونكون ملزم بقوانين تلك الجهة، يعني أنا لا أستطيع أن أقوم الصباح وأغير رأي. مثلا رشيد يخدم مع مثلا الكنيسة، ولو حتى هو ملحد ولا يصبح ملحد ما يقدرش، لأنه سوف يصبح بدون عمل، سوف يكون مطرد. فهمت؟ إذا هنا عدم التعامل معهم، أنا مش مانيش ضد التعامل مع الغرب، الغرب أحسن لي في التعامل مع هؤلاء الهمج، لأن الغرب يمكن أن نجد معه، لكن أنا أريد الغرب أن يرتقي للمرتبة الإنسانية وأن يساعدنا بدون مقابل، يساعدنا لكي نصبح مثله، لكي نتعامل بشر لبشر، مش لكي أتعامل تحت قيادته وتحت سيطرته وتحت أوامره. هنا مسألة رشيد واضحة، أنا قلتها وعاودتها أن رشيد تابع كنيسة. هو أنا بالنسبة لي رشيد بغض النظر عن طيبته وبغض النظر عن الأسلوب اللي يطرح فيه والموضوعية في الطرح، وأحترم الأسلوب متاعه، لكن بكل صراحة وهذا وجهة نظري وأنا حر، فهمت؟ وجهة نظري رشيد بالنسبة لي إنسان يتاجر بالدين، لا فرق بينه وبين أي تاجر دين آخر. هذه نقطة. بالنسبة لحامد، نرجع لمسألة حامد، سامحوني، حامد نفس الشيء، ولكن حامد أكثر ذكاء وأكثر وعيا. يقول لك نستفيد من الإمكانيات متاعهم من أجل توعية شعوبنا، وعنده الحق ونفهمه. وأنا فكرت هكاك قبل، فهمت؟ لأن هؤلاء الأشخاص عندهم الزكاة وعندهم الخمس وعندهم درشنو وعندهم هم أزرق، وإحنا إيش عنا؟ ما عنا شيء، ما عنا شيء. هذوما هيجوج وميجوج، هيجوج وميجوج اللي يتكلم عليهم القرآن، هذوما المسلمين، فهمت؟ إذا أنا أفهم أن حامد عبد الصمد عندما يتعرض للهجومات لا يلقى ملجأ إلا الغرب، ونفهمه ونفهمه، فهمت؟ لكن أنا ضد هذه الفكرة، فهمت؟ هو عنده الحق، عنده الحق، من حقه، لكن أنا ضد هذه الفكرة. أما بالنسبة لوفاء سلطان، والتي أقدرها وهي أكثر واحدة أقدرها وأحترمها وأحس فيها الروح الإنسانية في كل كلمة تقولها، وأنت جبتها عندك فترة وكنت حاضر أنا وأستمع إليها وأتمتع في الاستماع إليها، وهي إنسانة طيبة وإنسانية، معناتها هذا لا نقاش فيه، وهي أكثر واحدة حرة. يعني بالنسبة لرشيد، رشيد هذاك هابط بكله، بالنسبة لحامد عبد الصمد هابط نص، أما بالنسبة لوفاء سلطان غير حتى أصبح غير إصبع فقط، وهي عندها الحق، هي تعيش في أمريكا وكذا وكذا وكذا. وفي الحقيقة يعني وفاء سلطان صحيح هي معناتها عندها انبهار قليل بالمسيحية، يعني حسب تقول هي ان المسيح ما قالش كذا وما قالش كذا، ولكن انا ماذا بيا في نهار من نهارات نعمل معها مقابله، وهي معايا صديقه على الفيسبوك، سوف اتصل بها ويمكن نعمل معها مقابله ونحكي بكل صراحه، نحب نلقاو حل للمشكله هذه، للمشكله اللي عايشينها، على خاطر احنا لازم نلقاو بعضنا. ووفاء سلطان انسانه لا نقاش فيها في طرحها في اسلوبها، واهم نقطه انا اهتم فيها سال، أهم نقطة هي اهتم فيها هي صفاء النية. وفاء سلطان صافية النية، ليس لها هدف الشهرة ولا هدف أنها تصل ولا هدف أنها تربح فلوس، ما عندها حتى شيء، هي همها أن شعوبنا تعي. حتى تصبح الصغير هكا شوية كما نقول مغازلة مع المسيحية، ورغم أني مانيش ضد، راني المسيحية أنا يسال، أنا راني مانيش ضد المسيحية التي لا تستعمل المسيحية لمصالح سياسية. يعني الإنسان المسيحي اللي هو عادي أحترمه، وأحترم اليهودي،
أما أنا ضد التبشيريين الذي يستغلون المسيحية لأجل مصالح سياسية. إذا هنا نقطة ونختم هذه المسألة، راو أنا ما عندي حتى عداوة لا مع رشيد لا مع حامد لا مع كلنا، إحنا في حرب واحدة واختلاف أمتي رحمة. كل واحد يعرف. كريم، شكرا للتوضيح. بس اولسو يعني على ذكر هؤلاء، صراحة من الأخ رشيد، الدكتور حامد عبد الصمد والدكتور وفاء سلطان، قاموا بأعمال من هذه كبيرة. القناة أقدم احترامي الجليل لهم. ولا يهم أي طريق يستخدمون في محاربة هذا الفكر الإرهابي. احنا كنا يعني كل يختار طريقه في محاربة هذا الفكر أو الوقوف بوجهه على الأقل. فمن هذا المنبر يعني أحب احترامي للأخ رشيد والدكتور حامد عبد الصمد والدكتور وفاء سلطان، مهما نختلف هو اتجاهنا واحد، وفعلا جهودهم رائعة جدا مهما كانت. وكريم صراحة الإسلام لم يترك لنا أي شيء، يعني لا ضير في التحالف مع الآخرين أو الاستناد على الآخرين في محاربة هذا الفكر. كريم، أنت أغلقت صفحتك، أغلقت قناتي 4 مرات، فيسبوك 19 مرة، يعني حطمت الرقم القياسي في الإغلاق من قبل المسلمين. فلا ضير من التحالف مع الآخرين، وخاصة باي ذا واي كريم، أنا دائما أقولها وفعلا أنا شفتها يعني تجربة شخصية، المسيحية هنا تختلف تماما عن المسيحية في الشرق الأوسط، والدين هنا يختلف تماما عن الدين في الشرق الأوسط. وأنا دائما أقولها أصبحت طقوس اجتماعية. كريم، جاري أو أصدقائي لما يروحون للكنيسة يوم الأحد هو طقس اجتماعي، ياخذ العيله يقعدون في الكنيسه شوي، بعدين يروحون يعني لانش، بعدين يروحون السينما وخلاص. هاي يعني طقوس اجتماعيه فقط، مش زي عندنا القتل والقطع الرؤوس وهكذا. لا انا وانا عندي، اشكرك بالمناسبه للتوضيح، لا وخاصه مع دكتورتنا الحبيبه وفاء سلطان، شكرا للتوضيح. اسمع، انا يمكن اخذ كلامي المره الاخيره على اساس اني عندي عداوه ولا، فهمت؟ هذا غير صحيح، وخاصه الوفاء سلطان ارفع لها القبعه لانسانيتها، ارفع لها القبعه لانسانيتها. يعني ما نظنش، وانت سال تحس الانسانيه بتاع وفاء سلطان، انسانه ام باتم معنى الكلمه. وانا هوني عندي الكنيسه بجنبي، صدقني معناتها البابا بتاع الكنيسه يعزمني ونمشي بحذاه ونبدا نسخر له من المسيح ويبدا يضحك، وعادي وعادي، ما فما حتى مشكله. فعلا انا عندي نفس التجربه. وفعلا بمناسبه ذكر دكتورتنا الحبيبه وفاء سلطان، الكل مدعو للحلقه القادمه الثلاثاء، راح يكون 10 مساء بتوقيت القاهره هنا على قناه جسور، والحلقه ستكون وفاء سلطان ملحده او مؤمنه، وهي ستجيب على كل اسئلتكم. فاتمنى تكونوا موجودون، واذا عندكم اسئله بليز امطرونا في اسئلتكم على صفحه جسور على فيسبوك، الثلاثاء 10 مساء بتوقيت القاهرة. كريم، عندنا موضوع آخر دائما نذكر الإسلام قبل عفوا، حبيت نكمل آخر نقطة مع الأستاذة والدكتورة وفاء سلطان، معناتها في المسألة للأشخاص اللي يسمعوا. قلت لك أنا راو ما عندي، يعني إحنا معناتها وفاء سلطان هي إنسانة لا نقاش فيها، فهمت؟ لا نقاش فيها. وانا سوف احاول ان اكون في الحلقه وسوف اوجه لها سؤال او سؤالين في هذه المساله، ويشرفني ان اسالها وان تجيبني، وبلغها تحياتي. فقط نمشي للنقطه الثانيه. ذكرنا باي ذا واي كانت في ندوه قبل ساعتين حتميه الثوره الفكريه، وتكلمنا عن الإسلام، والنقطة أنا وأنت تحدثنا فيها الإسلام، ودائما نذكر الإسلام. طيب أي إسلام؟ إسلام محمد، إسلام عائلتي وعائلتك، إسلام الناس البسطاء، ولا الإسلام الإرهابي، إسلام الأموي، إسلام العثماني، العباسي، أي إسلام نتحدث عنه؟ فالمايك معك. أوكي، أولا خلينا بعيدين عن التاريخ، تعالوا نرجع للتاريخ. احنا عندما نريد ان نحل اي مشكلة يجب ان ننطلق من الواقع.
أعطيني الإسلام اليوم هو ماذا؟ الإسلام اليوم أصبح اليوم في عام 2018، خلينا نكون في الوقت هذا، هو اسم علم، أصبح ما عادش إيديولوجية ولا دين، اسم علم يدل على دين عنصري إجرامي إرهابي جسديا وفكريا. محمي من من هذا الدين؟ هذا الدين محمي من طرف رجال الدين والمدارس الدينية كالأزهر وغيرها من المدارس الدينية اللي موجودة في النجف وقم وغيرها وغيرها وغيرها. وهذا الجهاز الأخطبوط الخطير، هذا السرطان، يسبح أين؟ يسبح فيما يسمى بالمسلمين، المسلمين اللي هما 1,500 مليون مريض نفسي، مريض نفسي. إذن احنا عندما نرجع للتاريخ الآن، الإسلام اللي موجود في الكتب هو هذا نفس الإسلام الذي نعرفه الآن، هو إسلام محمد وإسلام الأمويين اللي فتحوا به الدول، واللي الجيش الأموي عندما دخل إلى شمال إفريقيا لم يكن عنده قرآن، وما كان القوم يفهمون العربية أصلا. وعندما بدأوا يدخلون في الإسلام وذهب الخليفة موسى بن نصير للأمير الأموي، قال له: ما للخراج أقل يا موسى بن نصير؟ قالوا: إن الأمازيغ بدأوا يدخلون في الإسلام. قالوا: مالي ومال إسلامهم، أعطيني الخراج. إذن أخي سال، الإسلام المحمدي هو الذي واصل عليه الإسلام الأموي، والإسلام العباسي هو وريث الإسلام الأموي، والوريث التركي الذي هدد العالم واستعمل الخازوق واحتل الدول وهدد أوروبا حتى لم يترك منها إلا الهلال، هو الإسلام الإرهابي. وعندما سقطت تركيا أتوا لنا بالإسلام الجهادي اللي هو امتداد للإسلام المحمدي والأموي والعباسي. الذي الإسلام العباسي يقول لك احنا الفترة الذهبية، الفترة الذهبية كم من زنديق اتهم بالزندقة. إذن هوني اللي حبيت نقوله سيسال في المسألة هذية، إن الإسلام لو نعود للقرآن ولو نعود للدين الإسلامي نلقاو إن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا. وعندما نرجع للشريعة الإسلامية ما نلقاوش كلمة إسلامي وإسلاميين، نلقاو مسلم وإسلام، هذا مصطلح شرعي. أما المصطلح الذي يطلق بإسلامي والذي خلقه الغرب من بعد، فولتير هو اللي بدأ به وغيرهم، معناتها في المنجد الفرنسي والمنجد الإنجليزي، مسألة إسلامي، إسلامي ليس مصطلح شرعي، هو مصطلح بشري للتفريق لمن يريد العودة إلى الخلافة الإسلامية وزعم أن المسلمين لا يريدون العودة للخلافة الإسلامية، وهذا خطأ. إذن المسلمين هم البحر الذي يسبح فيه هذا الإجرام الأخطبوط الخطير اللي هما الإسلاميين. إذن هنا عندما نقول لا خضوع على استسلام حتى يسقط الإسلام، هو الإسلام المحمدي، هو الإسلام الأموي والعباسي، هو الإسلام الجهادي، ليس إسلام أبي وأبوك وأمي وأمك وإسلام الناس العاديين يقول لك شبيكم تتكلموا عن الإسلام. لا، هذا إسلام عالم. الآخر النجم سميوه أحمدية، النجم سميوه صوفية، النجم سميوه باضية، النجم سميوه قرآنيين، لكن ما هوش إسلام. محاولة يعني جعل هذه الإصلاحات اللي موجودة في الإسلام هي الإسلام باءت بالفشل من أول التاريخ الإسلامي من عهد المعتزلة. إذن كفى كذبا، كفى كذبا. عندنا مذاهب إسلامية إنسانية متفق معاك ونجم نحترمها، ولكن الإسلام الطاغي، الإسلام الأرثوذكسي، الإسلام المدعوم من الأزهر ومن النجف
والإسلام المدعوم من شيوخ الإسلام، والإسلام الذي ممثل في وزارة الشؤون الإسلامية هو إسلام يجب أن يسقط، لا نقاش فيه. وأي واحد يدعي يقول لك إصلاح الإسلام ويسمي نفسه مسلم فهو إنسان شريك في الجريمة للدفاع عن الإسلام. احنا مش باش نقعدوا نفرقوا من بيناتكم، ربكم فرقوا رواحكم ورونا شكون شكون المسلم وشكون مش مسلم، مش نقعدوا نتبعوا فيكم. احنا انا مسلم وحي، انا اصلا انا شنو هي اللعب هذه؟ شنو تمسخروا على شكون؟ قل لي انت شكونك ربك؟ انا عندك قاعد مع واحد ما نعرفش عليه يفجر روحه بحذايا. اذا الفصل بين الاسلام المحمدي الذي معناه الاستسلام، الاستسلام، الاسلام ليس السلام، الاستسلام جاي من كلمة استسلام، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا. وما هو الإيمان؟ الإيمان هو الإيمان بالاستسلام، يعني تولي عينك مغمضة، تولي جهادي، تولي مجرم. إذا أخي سال، احنا تكلمنا مرة الأخيرة على مسألة إصلاح الإسلام. في الحقيقة الإسلام تم إصلاحه 20,000 مرة ويمكن نزيده، ولكن لا يمكن أن نطلق عليه إسلام. وهذا القرار بعد نقاش، وفي الحقيقة استفدت كثير من المحاضرات اللي أنت طرحتهم، سواء رأي حامد، سواء رأي رشيد، سواء رأي الدكتورة، سواء رأي أشخاص آخرين ورأي سامي وغيرهم، يعني استفدت كثير. احنا دائما نستفيد من أي شيء، معناتها مناش معناتها معناتها متعصبين، احنا الناس نحبوا نعرفوا الحقيقه ونحبوا نفهم رواحنا. وانا رجعت افكاري وقلت الحل الوحيد هو فصل الاسلام الرسمي الراديكالي بكل فصائله الرسميه، بكتبه، ببخاريه، بمسلمه، بقرانه، بكل شيء. هذا الكل لازم يجرم. أنا سامحني وما نحبش نزيد نطول في النقطة هذه، هي مسألة يقول لك احترم الإسلام، وهل القرآن يحترمنا؟ هل القرآن يحترمنا؟ لماذا؟ لماذا لا نقدم شكوى للأمم المتحدة، للمحكمة الدولية، ب90 آية قتل في القرآن، ب150 آية تهديد، وصف بالأنعام، بالكلاب، بالخنازير، شنو اللعب هذا؟ كريم عفوا، في نقطة صراحة، يعني أقدسها تحمسك على هذا الأمر. وبالمناسبة يعني راح في شكوى راح تقدم من كندا باتهام القرآن بأنه كتاب كراهية، وأتمنى ستكون حركة ناجحة، يعني أتمنى هذا الأمر. وأتمنى كمان نحن نبدأ بحركة على رأيك، الحمير والكفار وقطع الرؤوس والكلاب وما اعرف شو، يعني كتاب مليء بالكراهيه. بس كريم وانت تتكلم صراحه جاب بالي سؤال، وبالمناسبه عفوا اخواني واخواتي سنفتح باب المداخله والظهور مع الاخ كريم بعد بالربع الاخير من الحلقه. كريم، لا يمكن ان تكون ولا يمكن ان ننتخبك الان لتصبح رئيس لكل الدول الاسلاميه، لكن خلينا نعطي مثل، لان تونس بلد صغير، ولو وحدث ما حدث وبقدرة قادر وبمعجزة أصبح كريم العبيدي رئيس لتونس، ما الذي ستفعله لمقارعة الإسلام؟ هذا سؤال من عندي أنا صراحة. أول حاجة سوف أجيبك على السؤال. أنا أكره السياسة، أنا رجل فكر ولا أريد أن أدعم سياسيين، أدعم سياسيين، ولكن أنا شخصياً أكره المناصب السياسية لأني حياتي كاملة. أحول السؤال، رجل سياسي محترم يحب تونس ويريد رأيك في مقارعة الإسلام، عندك اختيارين، أما أنت رئيس أو أنت مستشار لرئيس. مستشار ممتاز. أول حاجة أنا أقوم بها، أول شيء أقوم به هو فتح منابر الحوار على وسائل الإعلام كلها، التلفزية، الراديو، الإذاعات، كل شيء. خطر الإسلام، الإسلام كما قلت لك يقوم على نظام القبيلة،
ويقوى عندما تضرب، تضرب ويقوى. إذا أول حاجة باش تنجم تقضي على الإسلام، في بالك أن العدو الأساسي للإسلام ماذا؟ حرية الفكر، حرية التعبير. الإسلام لا يمكن أن يصمد أمام حرية الفكر. ونعود إلى عهد محمد، عندما سمح محمد لبعض أصحابه للنقاش مع بعض المسيح وبعض اليهود ومنهم عمر الذي اطلع على التوراة، فماذا قال محمد؟ منعهم بالاطلاع على التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأنه خاف، لأنه خاف. ونزلت الآية: ولا تجادل الذين كفروا حتى يخوضون في حديث غيره وإلا فأنت منهم والله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. إذن الإسلام صدقني، أنا أوجه للغرب وأوجه للدول متاعنا، لو يريدون القضاء على الإسلام هو فتح منابر الحوار، فتح. أنت شوف سال كيفاش الانترنت شنو عملت في الوطن متاعنا، وكم من واحد خرج، لأن الحقيقة واضحة، لأن الإسلام يقوم على نظام مافيوزي، نظام مغلوق، يعني ينمو كالجراثيم. هل يمكن الجرثومة أن تنمو في مكان واسع فسيح؟ ما تنمو، البكتيريا تنمو في الأماكن المختفية تحت الضبوط، البلاصة هكا غاديك فين تنمو. الإسلام وساخة، الإسلام لا ينمو إلا في العقول الجاهلة، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. هذا هو الإسلام. إذن أول نقطة، أول حاجة فتح باب الحوار، ما نجيش نحارب المسلمين ونقول لهم ما تلبسوش حجاب، لا لا لا، إيقاف بناء المساجد، هذه أول حاجة، ما عادش حتى رب مسجد يتبنى. والمساجد المبنية already، المساجد في الأول كمرحلة أولى نخليه في كل موجودة أصلاً، ماذا تعمل بها؟ اللي موجودة أغلبها باش تتحول إلى مراكز ثقافية، مراكز ثقافية، مراكز توعوية وكل شيء. وفي كل مدينة كما في الإسلام، في الإسلام يقول لك مثلاً وتجاو فتحوا مسجد ضرر، سكره لهم محمد، رو ممنوع، رو يخالف الشريعة الإسلامية فتح المساجد قرب بعضها، حرام في الإسلام، حرام. هما يفتحوا مسجد بعد 100 متر ويفتحوا مسجد، يا اخي شنية؟ لازم المسافة تكون تقريبا 20 كيلومتر، 8 فراسخ، مثل في إيران مثلا. في إيران يا كريم على هذا الكلام، يعني كثير مساجد حرام الآن في الشرق الأوسط، كلها حرام. أنا مرة شفت مسجد بين المسجد والمسجد 100 متر. علاش محمد بيدو، وهذا الموضوع يمكن أطرحه، كيفاش حرم بناء المساجد؟ يعني وقت وعندما فما مسجد بني مشى الرسول طلب بتهديمه. علاش؟ لأن خطر هو اسمه الجامع، يعني يجمع الناس. أنت كي تبني كثير مساجد تفرق الناس. إذا في كل مدينة تخلي مسجد واحد والمساجد الأخرى الكل تتحول إلى مراكز اجتماعية، ثقافية، فكرية، موسيقية. أي تصور، تصور يا سال المساجد متاعنا، معناتها نقولوا احنا 75% من المساجد تتحول الى مراكز ثقافيه، في ظرف 10 سنوات يكون عندنا شعب مثقف. اتفق معك 100%. تنحيه وزاره الشؤون الدينيه، تنحيتها كليا. وزاره شنو هي وزاره الشؤون الدينيه هذه؟ شنو هي وزاره الشؤون الدينيه؟ تتنحى اصلا. وحاجه مهمه جدا هي مراقبه أنه الدين الإسلامي، أنا شخصياً هذه فكرتي، أنه الأديان تعطى لها رخصة كرخصة الجمعيات وتكون تحت المراقبة الضريبة. دين مسيحي عندك رخصة متاعك، دين مسلمي عندك الرخصة متاعك، الأديان الكل تولي جمعيات ثقافية وما عندهاش الحق تنشط في الأماكن العامة، عندها المراكز متاعها، تحب تمشي للجامعة امشي احكي في الجامعة، ما تخرجيش لبرا تدخل روحك، فهمت؟ يعني هذه هي معناتها وجهة نظري، أنه تنظيم، التنظيم الداخلي للدولة. وأنا مثلا ضد فكرة العلمانية اللي موجودة في الغرب، يقول لك احنا ما ندخلوش في الأديان، هذا خطر. هذا ينفع مع المسيحية، ينفع مع اليهودية، ينفع مع الهندوكية، خطر ما عندهمش نظام زكاة وخمس وغيرها. ويعني الإسلام
وهنا يأتي السؤال القادم، طيب لم تذكر النصوص، نصوص الكراهية والقتل الموجودة في القرآن، كيف تعطيني رخصة أمارس دين يدعوني إلى قتلك لأنك مش مسلم؟ لا 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 طبعا طبعا. انا ما قلت لك من ناحيه وزاره الشؤون الاسلاميه. أنا قصدي كتابي المقدس، خلينا نسميه القرآن، فيه نصوص واضحة لقتل الآخرين وغير المؤمنين بنفس الكتاب، ماذا ستفعل بهؤلاء أو بهذا الكتاب؟ هذاك الكتاب اول حاجه كل ما هو ايات، هذيك كلها الايات يجب ان تصنف تاريخيه. تاريخية انتهت، ما عادش معمول بها اليوم، مثل موجود في التوراة والإنجيل وحتى في كتاب الفيدا وكلها موجود، في موجود عنف، ولكن الناس والعلماء بتاعهم هذايا يجيني يقول لي دين إسلامي والقرآن هذا كله مقدسة، نقول له لا يا بابا، الآيات بتاع الإرهاب الكل تحطهم لي بالأحمر، ربك هذوك ما انتهت صلاحيتهم، ونكتب على القرآن انتهت صلاحية كله، هو ما مكتوب بالأحمر، اقرا كالاسود، هذاك تاريخ انتهى. لازم تبدل، شيء طبيعي، ولازمك تعلم في المدارس، تقول لهم اللي هذيك الكل ايات، فهمت، انتهت، وهذا كمرحله اولى حتى ينتهي الاسلام كليا، فهمت، كمرحله اولى، شيء طبيعي. أكيد. في جانب سؤال من أحد المتابعين كريم، سؤال للأخ كريم، قلت في الأول أن أغنى الأغنياء يرعون الإسلام للسطوة على الجهلة وتفكيرهم، ثم تنادي برفع شكوى للأمم المتحدة ضد الإسلام بما هو أيديولوجية فاشية، هناك خلل وتناقض. أنا لا أرى هناك أي خلل أو تناقض، ما رأي، ما هو جوابك يعني؟ لم أفهم السؤال. يحكي أنه هناك خلل وتناقض، أنك تدعو، أنك قلت أنه أغنى الأغنياء يرعون الإسلام للسطو على الجهلة وتفكيرهم، الإسلام كعقيدة ثم كإيمان، تنادي برفع شكوى للأمم المتحدة ضد الإسلام. شكوى ضد القرآن ليس ضد الإسلام، فما فرق ما بين الإسلام والقرآن؟ احنا عندنا نص قرآني شكوى فيه آيات تحث على تهين الآخر وتحث على الكراهية والقتل والإجرام. ها احنا عندما نرفع شكوى ما نش نقول لهم شي نحيوا هذه الآيات، وإنما تصنيف هذه الآيات خارج إطار التاريخ، خاطر ما نجموش نحيوها، الآيات هذه ما نجموش نحيوها، يعني مستحيل نحيوها الآيات هذه، باش تقعد موجودة كما موجودة في التوراة، أما لازمنا نقولوا اللي هذه الآيات انتهت الصلوحية بتاعها، تم نسخها أصلا، ما عندكم النسخ، نسخها بالعقل والتطور الإنساني. أما مسألة معناتها أنها الأغنياء يحثون على الإسلام، هم يحثون على الإسلام الاستهلاكي، أو بعض الجماعات معناتها الشركات الكبيرة بتاع السلاح تحث على الإرهاب الإسلامي من أجل بيع سلاحها، بينما الآخرين يحثون على الإسلام التقليدي الإيماني، لأن لا يمكن لو نخرج واحد، اسمع راهو، لو نخرج كنا من الدين ما عادش فما أغنياء في العالم، ما عادش فما أغنياء نحيوا لهم رب والديهم، مش بيك تدخل وحدك الجنة، ربك باش نموت أنا كيفي كيف حب تو، فهمت؟ أكيد. أنا فتحت باب المشاركة، الرابط موجود إذا تحبون تشاركون. الأخ انزل نقطة برك حتى يجيو الأسئلة، فما بعض الأخ لسه إحنا ما خلصناش يعني، أنا بس إحنا عندنا كمان، إحنا تطرقنا سابقا لإصلاح الإسلام، وكان بودك أن تغور بعض الشيء في الأمر مرة أخرى، فإصلاح الإسلام مرة أخرى، ما رأيك في هذا، ولماذا تريد أن تدخل في هذا الأمر مرة أخرى؟ لا، أنا قلت إصلاح الإسلام الذي هو اسم علم، اللي هو إسلام محمد بقرآنه بأحاديثه ببخاريه بمسلمه بكل الكتب متاعه الشيعية والسنية، هذا الإسلام هو إسلام جامد أرميه في الزبالة، لا نقاش فيه، هذا الذي يجب أن يسقط بأزهره بنجف بكربلاء بقم، هذا لازم أن يسقط، هذا الإسلام يجب أن يسقط. هناك مذاهب إسلامية أخرى، عندك الأحمدية، عندك الصوفية، مش كل الصوفية، بعض الصوفية، عندك الأباضية، عندك القرآنيين، هذا الذي يمكن ما يسميش روحه إسلام، يسمي روحه قرآني، فهمت؟ يعني يتقسم، وهذا الإسلام
يعني يمكن أن أتعامل معه ويمكن أن أحترمه كما أحترم المسيحية أو اليهودية أو أي دين آخر فقط. هذه يعني مسألة. أما الإسلام المحمدي، الإسلام الموجود في الكتب، فهذا إسلام أرميه في المزبلة، ليس فيه إصلاح. وهذا هو رأيي في هذه المسألة، على خاطر حاولوا يصلحوه عندهم 1000 سنة وما قدروش. هل تدري أنه القرآني والصوفي والمحمدي ومعنى الأحمدية وغيرهم وغيرهم معنى يقتلوا قبلنا احنا الملحدين، وهما في الدرك الاسفل من النار، لانهم هم يعتبروا منافقين ومزورين، فهمت؟ ويعتبرون مسلمين مع المليار ونصف مسلم. هما انا المش معتبرين مسلمين، المشكل نتاعهم هما مثلهم مثل ابليس. شفت ابليس ماذا فعل؟ ابليس يؤمن بالله ولا على حسب الدين الاسلامي؟ ابليس يؤمن بالله او لا؟ يؤمن على حسب الدين الإسلامي طبعا، مش على حسبنا احنا كملحدين، على حسب الإسلام إبليس شاف الله وكان من الملائكة وكان من المقربين، ولكن ماذا فعل؟ عصى الله. يعني قالوا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هو عصى الله، والقرآنيين والأحمديين وكلهم هذوما يتسموا عصى الله الإسلام الرسمي. إذن هم مثلهم مثل إبليس في الدرك الأسفل من النار، بينما أنا وأنت يا سال احنا في الدرجة الرابعة ولا الثالثة. والمسلم، المسلم الجهادي الداعشي، المسلم المحمدي كما كان فولتير يسمي الإسلام المحمدية، المسلم المحمدي يقول لك عندما ترى ملحد ومنافق تقتل المنافق قبل الملحد، فهمت؟ يعني يعتبر مثلا المجدد للإسلام أكثر خطر من الملحد، لأن الملحد ليس منافق ظاهر، بينما هذا يعني يزور، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فأولئك هم الكافرون الحقيقيون، هما هذم المصلحين بتاع الإسلام، وهذه أمورهم. أنا يا أخويا نحب الإسلام الكافر، أما الإسلام الحقيقي ابعدني عليه. نقطة أخرى، يعني هذه فيما يخص إصلاح الإسلام. في المسألة الثانية الأخيرة، بعضهم يقول لك معناتها تقول الإسلام إسلام وإحنا عندنا أبي وأمي وكذا 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 وكذا، ونقول لهم راهو أبوك وأمك اللي هما بعيدين على الإسلام المحمدي، أول حاجة ما همش باش يدخلوا الإنترنت، وما همش باش يشوفوا الفيديوهات نتاعنا، وما هوش باش يفهموا اصلا، حتى كان نتكلم، حتى كان نقول له كافر ما يعرفش معناها كافر. اخ جورج لو سمحت اعمل ميوت وناخذ مداخلتك بعد ثواني. اوكي، نظن كملنا، الان نتحول للاسئله. واضح الامور سل؟ الامور نعم واضح. احنا تطرقنا طبعا الموضوع، يعني اشتبكوا انتقاد واصلاح والاسلام والمسلم. اسمعني، الإسلام المحمدي، yes. الإسلام المحمدي، الإسلام الأرثوذكسي، الإسلام الموجود في بخاري ومسلم، الإسلام القرآني الموجود في ابن كثير والطبري، إسلام الأزهر، إسلام النجف، إسلام قم، أرميه في المزبلة، ليس فيه إصلاح. عندنا مذاهب أخرى، أهلا وسهلا بك، أما تقوليش إسلام باش ما ندخلش بعضي. تقول لي قرآني هو مسلم؟ لا، الإسلام هو الاستسلام، بينما القرآني يخدم مخه يفكر، القرآني يخدم مخه، الأحمدي يخدم العاطفة نتاعو، يا الله يا الله ما شبعك، صوفي يعني الأحمدي كريم الأحمدي حتى عندهم نبيهم، يعني يسوع هم اسمعني، الأحمدية شنية الأحمدية؟ هي الأحمدية هي مثل البهائية، نفس الشيء. هما شنو جاوا الإنجليز أو زوز أشخاص، إن في السنة خذاوا ما يسمى مذهب صوفي وجابوا نبي اللي هو معناتها كونوا بها الأحمدية، وعند الشيعة عندهم فكرة المهدي، جابوا البهاء اللي هو الشيرازي، فهمت؟ وهذا موضوع كبير، يعني خرج المهدي منا ومنا. راهو اسمع، شفت الغربة
الغرب الريق نتاعو شاح من 1600 1500 الى الان، وهو يحاول باش يصلح الاسلام وما قدرش. فهمت؟ اذا هو حب باش يصلح الاسلام، جاب اودر شكون، هاودر شكون، جاب الدين الافغاني، فهمت؟ شيء جاي طب، تعرف احنا عندنا مثلا نقول جاي طبها عماها، جاب باش يصلح الاسلام جاب لنا محمد عبد الوهاب، عملنا الوهابيه. يا احنا نبي العراقي يحكي جاي يكحلها عماها، يكحل يكحلها عماها. يا سيدي الغرب جاي يصلح في الاسلام بالوهابيه يا سيدي. انا برايي لا يمكن اصلاح الاسلام حتى في ورشه ناسا، وكاله الفضاء الامريكيه، لو حطوا الاسلام هناك لا يمكن اصلاحها. يا ولدي الاسلام هو الاسلام المحمدي، نتكلم فيك الاسلام اللي جاء به محمد واللي تبعوه الخلفاء المجرمون واللي تبعوه الخلفاء الامويون والعباسيون والاتراك، كلهم هذوم كلهم مجرمين، كلهم مجرمين. وهذا هو الاسلام الحقيقي، هذا هو الاسلام الداعشي، هذا هو الاسلام القراني، هذا هو اسلام رب محمد، هذا هو اسلام الكعبه. شفت الكعبه؟ عقولهم ورؤوسهم مثل المربع، ما في حتى فورما، راسهم مربع ما يفهموش. الاسلام هو الاستسلام، التربيع. عرفت انسان يقول لك راسه مربع؟ راسه مربع يعني انسان ما يفهمش. اي جديده كريم، اول مره اسمع المربع. اوكي ان اني كيس، احنا غطينا كل المواضيع، باب على. المشاركه مفتوح للاسئله والمشاركه معنا هنا. نزيد نقطه برك، نقطه برك يا سال، ادعو كمان جورج، لحظه برجع لك حبيبي، تفضل كريم. ادعو الى جميع الذي يسمون انفسهم اسلام متفتح او انساني من بهائيه من صوفيه ان يتبرؤوا من الاسلام، يتبرؤون من الاسلام المحمدي كليا، لان عدم التبرؤ منه هو المشاركه في الجريمه ويخلط علينا الامور. انا في نعرف ربك، انت تقول لي مسلم، نعرف عليك متفتح، كي تقول لي قراني نفهمك، كي تقول لي فما بعض المصلحين يجي يقول لك انا مسلم، انا اسلام، ربك قل لي شنو هو الاسلام باش نعرف روحي، هل الاسلام تاع كلاشينكوف، اسلام تاع شنو هو، تاع سيف. اذا لازم اللي يدعون لاصلاح الاسلام ان يتميزون عن الاسلام المحمدي، الاسلام القراني، الاسلام الرسمي. شكرا. شكرا لك، وفعلا هو انا اسميه دائما فولس هوب، يعني الامل الزائف، امل زائف انه في مسلم معتدل. ارحب بالاخونا جورج، اعتقد اول مره معانا، اذا تحب بطاقه تعريفيه ارفع الميوت لو سمحت، بطاقه تعريفيه بسيطه، واذا عندك اي مداخله او سؤال للاخ كريم تفضل ارفع الميوت لو سمحت. طيب هلا عم تسمعوني؟ نعم سيدي تفضل، الصوت واضح، تفضل، اهلا بك. طيب شكرا. شكرا عزيزي سهل، انا الحقيقه جدا جدا سعيد اني موجود على صفحتك، ضفتك، لانه الحقيقه فعلا انت من الناس المحترمين المعتدلين اللي الواحد فعلا بيستمتع بس يسمعه. انا كنت ضايف كثير ناس من ما بدي اضرب بحدا اطلاقا، بس اهم شيء المصداقيه يا جماعه، المصداقيه بالطرح اهم شغله عندما تكون اخذ منبر وعم تحكي قدام الالاف، بجوز الالاف حتى العشرات الالاف بدها تسمعك، فالمفروض يكون في عنا مصداقيه بكل كلمه بنحكيها، كل كلمه بنكون مسؤولين عنها. يعني اخي كريم ما بعرف دخلت تهاجم الناس وهذا هيك وهذا هيك، ما مو مطلوب منك انت، وانا مش بشكر الاستاذ سال واخي وحبيبي سال، دخل دغري وقال لك يعني وصحح المسار، فمو المفروض مننا نحن نقعد ننتقد سنان وعلتان وحامد ورشيد، نحن المهمه تبعنا في عندنا مشكله، مشكله كره الاخر، عدم يعني ارهاب، الارهاب، فهي هذا هو الحل الوحيد اللي المفروض نحكي فيه. والاحلى من هيك انه بندخل كمان وبنقعد نحكي على كيفنا بدون اي دلائل، يعني انا ليش مثلا ما بسمع ل مثلا فلان من الناس، لانه ما بشعر انه عم بيعتمد على خلفيات او على دراسه بالطرح تبعه، لذلك الدراسه هامه جدا يا جماعه. يعني حضرتك هلا دخلت على المسيحيه والبابا وما انك عارفان شو يعني قص، سميته بابا وانتقدت بالمسيحيه، انا ما عم دافع عن المسيحيه نهائيا،
بس مشكلتك ما هي المسيحيه، وانت اساسا ما انك مسيحي لحتى تحكي عن، يعني ما انك فهمان بالموضوع كله من اساسه. المسيحيه بشكل عام بكل بساطه ما انا مشكلتنا هلا، ما في عندنا مشكله نهائيه. انا من خلفيه مسيحيه، انا طبعا علماني، ماني ملحد علماني، يعني الدين بالنسبه لي هي ثقافه مثل ما قال اخ سال، ثقافه يعني بنروح الأحد أنا والعائلة، من بعد الصلاة بنفطر مع بعض، ما بنغني، يعني ما عملي شغلة هذيك نشاطات، بس أولادي بيروحوا بتعلموا موسيقى، بتعلموا في رسم، بتعلموا فن، بتعلموا دنيا تماما مثل الغرب. يعني الكنيسة بسوريا مثل ما قالت الدكتورة وفاء، يعني فعلا بتحسها هيك مرتاحة، ما مو مثل مثلا كنيسة مصر. فبتمنى انا بس ناخذ يتناول المواضيع، بس يحكي مسيحي على المسيحيه ويحكي دونطي، بفهم انا دغري بفهم انه هذا الكلام الزلمه عم يحكي كلام صح ولا كلام جعلكي. بس نجي ناخذ المايك والله ليك العصور الوسطى شو عملوا المسيحيه وشو عملت الدنيا والعصور الوسطى اساسا الغرب راح في المسيحيه كانوا اكلت لحوم بشر، يعني ما هم كانوا هالناس المرتدين وجت المسيحيه خربتهم. فالمفروض رجاء المصداقية أهم شيء بالطرح، تراح تب حكي مو تب لا تحكي عن المسيحية. هلا شوف الدكتورة وفاء بتحكي ما بزعل نهائيا، ما بزعل ليش؟ لأنه أخي كلامه منطقي، اتعلم من الناس اللي بتنتقد بمسؤولية. حامد عبد الصمد بينتقد بمسؤولية، ما بيتهجم على أو ما بيتطرق على ديانات تانية لأنه ما أنا مشكلته، هذا شيء بحترمه فيه. الدكتورة وفاء سلطان نفس الشيء، رشيد كمان طرحه كتير موضوعي، كتير يعني بدلائل مثقل، كله دلائل. فما بتتحسن تيجي تقول والله هيك رشيد ما بعرف، ما يعني أنا ماني مرتاح لهالأمور هاي نهائيا. مع ذلك بشكركم، بشكر حسن الاستماع، وشكرا أخي سعد المايك. شكرا لك يا أخي الحبيب. وإحنا صراحة كل الأفكار والأيديولوجيات والعقائد قابلة للنقد، نحن لا نسب ولا نشتم بس ننتقد، وكل من له طريقة في النقد. فالأخ كريم راح يرد عليك طبعا على هذا الأمر، وأهلا وسهلا بك جورج شرفت. أوكي نقدر نرد سؤال؟ يس سير. نعم أهلا جورج. أهلا جورج نيكولا، هذاك هو اسمك جورج نيكولا نظن، جورج نيكولا أهلا وسهلا. المهم يعني وجهة نظرك يعني فهمتها كويس يعني جيد، ولازم تعرف حاجة اللي أنا أول حاجة مانيش مسيحي، أنا ملحد، يعني هذه مثلا نقطة مهمة. أي عندي موقف في جميع الأديان، صحيح تقول لي الإسلام هو الآن هو الخطر، متفق معك، ولكن لا يمنع أني نعطي رأيي في الأطراف الأخرى. أنا عندما تكلمت على رشيد وتكلمت على مثلا رشيد تقول لي أنت طرحوا موضوعي، أنت تشوفوا موضوعي، أنا ما نشوفوش موضوعي، أنا ما نشوفوش موضوعي، حتى أنا عندي مشكلة مع الرب نفسه، فكرة الرب. أنا أؤمن بالإنسان، أنا لا شيء مقدس غير الإنسان، ليس الأديان مقدسة ولا الفكر مقدس ولا أي شيء. وعندما أنا أتكلم في رشيد أتكلم معه كأخويا في الإنسانية، وعندما أتكلم مع حامد عبد الصمد أتكلم معه كأخويا في الإنسانية، وعندما أتكلم مع الدكتورة وفاء سلطان أتكلم معها كأمي في الإنسانية، لأني أحس مع وفاء سلطان إنها بالفعل أمي في الإنسانية، يعني تعطيني الزخم الإنساني. بينما أنا عندما أسمع رشيد فهمت لا أرى في آراء، وأنت تراها موضوعية، أنا لا أراها موضوعية، وأنا أرى أنه يبث كثير من الحقد. مثلا كثير يتصلوا بي أكثر الذي يحقدون. أنا عندي مشكلة مع الإسلام صحيح، وأي إنسان وأي دين وأي إيديولوجية عندها مشكلة مع الإسلام، ولكن أنا مشكلتي مع الإسلام حبا في أهلي وحبا في شعبي وحبا في أمتي. إذا ما عنديش مشكلة شخصية، أنا أحارب في عقلية إسلامية. إذا كان أنا باش نسكت وما نقولش رأيي في فلان وفي فلان، ونقول رأيي في سال ونقول رأيي في فلان وفلان وفلان، عاد سوف أتحول نفس العقلية الإسلامية، يعني تكلم عن البعض واسكت عن بعض، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذا أنا أحترم رأيك وسمعت رأيك
وعلى عيني وعلى راسي ونفهم شنو هو القصد نتاعك، ان المشكله نتاعنا هو الاسلام. انا متفق معك، مانيش نعارضك حتى شيء، ورشيد يبقى اخويا وحامد يبقى اخويا وامنا وفاء سلطان لا نقاش فيها. اذا ماهوش عن كره انا اقول هذا الكلام، وانما عن حب في شعوبنا اللي لازمها تشوف فينا احنا الاختلاف، ما تشوفناش كنا متكتلين عليه. فهمت؟ باش الشعب نتاعنا، الامه نتاعنا، كل واحد اللي يحب رشيد يسمع رشيد، اللي يحب حامد يسمع حامد، اللي يحب وفاء سلطان يسمع، كل واحد يسمع باش نكونوا متنوعين. ما نجيبوا لهمش فكر احادي كما جاب الاسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا انت كيف. اختلاف رحمه. وهذا انظن سالم متفق معايا في المساله هذه. Yes, sir. الأخ جورج ذكر كتب قبل شوي أنه هذا ليس مكان لانتقاد الأشخاص. نحن ننتقد يا أخي جورج، ننتقد نقد بناء، ولا إحنا لا نسب ولا نشتم. طبعا كل أخواننا الظاهرين معنا وكل أخواننا في هاي الحركات اللي نسميها تنويرية نرفض السب والشتم، لكن نحن أنا عرضة للانتقاد، وكريم والأخ كل الأخوان عرضة للانتقاد. إحنا عاوزين نقد بناء. وإذا عندك جورج، إذا تحب ترد على الأخ كريم تفضل، المايك معك تفضل، ونتعلم من بعضنا. يس أكيد أكيد، والله أنا أستفيد، والله حتى من كلامه أستفدت، يعني من كلام جورج فهمته. تفضل جورج. جورج معك ميوت، إذا ترفع الميوت. إن شاء الله رفعت الميوت هلأ، هيك أنا أول مرة لسه أدخل البارك. نعم نعم أنت بدون ميوت. عزيزي أنا سمعت كم فيديو للأخ كريم على اليوتيوب. الحقيقة يعني إنسان مفكر، بحسن بعتبره يعني إنسان عاقل باعتباره، حسن يميز بين الخطأ والصح. في كتير ناس لسه لهلأ ما فكرت، ما وصلت لمرحلة وين أنا. المشكلة هي فقط وين؟ إنه أخي لحنا عنا مشكلة بهالعالم هذا، مشكلة الإرهاب. هاي المشكلة من وين جاي؟ من وين؟ شو جذور هذه الغاية من وجودنا هون كلياتنا؟ أنا ماني موجود هلأ لحتى أسمع والله رأي إنسان برشيد. هلأ رشيد في كتير ناس تكرهه، ليش؟ لأنه بينتقد الإسلام وهو متدين بديانة أخرى غير مقبول، كيف؟ رغم أنه هو من خلفية مسلمة وعنده معرفة كبيرة جدا رائعة، وكلامه كله مفقول بأدلة. كيف أخي سال؟ يعني ما بيقول كلمة من رأسه وهيك والله جزافة، بيحط كل تقله أنه يكون اللي عم يستمع يعني محترم عقل اللي عم يسمعه. أنا جورج عفوا، وهذه نقطة، لأن أنا الآن أختلف مع أخي كريم. أنا أحترم رشيد بشدة، لكن هذا المنبر هو الاحترام والاختلاف. أنا لما كريم ذكر رشيد، أنا عارف أنه من حقه ينتقد رشيد، ومن حقنا نكون مختلفين في رأينا في رشيد. الاختلاف كريم أخواني فعلا، يعني كريم بالنسبة لي منبر على رأسي. ليك أنا عندي مشكلة، بس كون موجود بمكان وحس معنه من الناس معنا محترمي عقلي بطلع، ما بقعد جادل. هلأ عم جادل معناته محترمكم، محترم أنت، محترمك بالذات أنت، ومحترم الأخ كريم، لأنه بالعادة بطلع عم خلص مالي خلق لأنه أقعد جادل. بس هاي الأمور المفروض نكون تجاوزناها لحنا، إنه نقعد نحن هلا في كتير فيديوهات واحد طالع عم بيقيم بهالناس، والله فلان في كذا وفلان كذا. يعني هذا رأيك، يعني شو عامل فيديو بدك تسمع العالم؟ هذا بيضل رأيك أنت، يعني ما بتحسن تلزمني فيه. بس المشكلة هي مشكلتنا لحنا هلا، مشان الوقت ومشان مشان الناس. أخي بستفاد من الوقت إنه أخي في كلام حكاه كتير حلو، كتير مقنع. زلمي عم بيفكر، عم بي يعني مخه شغال مزبوط، مو لأنه أنا والله غير مسلم لا، بس عم بيحاول يقنعني بأنه أخي في مشكلة بالوطن العربي ما ممكن تتجاوزها هالمشكلة. هاي المشكلة عم نحلها من أي شكل لياتنا، المفروض نبلش نفكر كيف نحلها. بس وقت بيجي بقعد بحكي عن يعني حامد عبد الصمد، يا رجل حامد قالب الدنيا كلها بألمانيا، أنا عايش بألمانيا وبعرف قالب الدنيا كلياتها. الألمان هون صار بالنسبة لهم على مستوى العالم يا سيد جورج، على مستوى أهم. ألمانيا بألمانيا هلا حامد عبد الصمد أهل من أهم من ميركل، إذا بيطلع على التلفزيون الناس كلها بدها تسمعه. هو تخيل الطرح اللي عم يطرحه مو سهل، بس ليش؟ لأنه طلع والله على قناة الحياة معناته صار وصولي أو كذا؟ لا إطلاقا، قناة الحياة أخي عندها مسار، ممكن تعتبره أنت سياسي، بس قناة الحياة عم تجيب هالناس المتنورين، تفسح لهم المجال على أساس أنه أخي
ما عنده المنبر آخر. هلا أنت تطلع ما بدك تطلع لا تطلع، يعني ما حدا جابرك، بس مو والله تروح تطلع لعندهم وبعدين تيجي تسب فيهم. ما بدك تطلع قل لهم ما بدي اطلع اخي، انا رافض من الاساس قناة مسيحية تنويرية ما لي علاقة بالدين، كله رافضه كله. بس المشكلة هي انه حامد عبد الصمد ولا غير عبد حمد حتى وفاء سلطان، يعني عم تطلع على الارامية كمان قناة مسيحية. هلا هي القنوات هي اللي عم تفسح لهم مجال يطلعوا يحكوا، بس ما قالت لهم ما لزمتهم انه والله بدكم تصيروا مسيحيين، لا خلص ما بدك تطلع لا تطلع. هذا هي الفكره يعني، فهمت كيف؟ شكرا بعطيكم العافيه. شكرا لك كما ذكر احد اخواننا قبل شوي هنا في الشات، يا ريت على النقد، احنا في ناس الان بتسبنا وتشتمنا ينادونا بالحقراء عملاء الصهيونيه، وفي كثير من اخواننا يشهدون على ذلك يعني في السب والشتم. يا ريت يعني ما في مجال دافع عن نفسك، فهمت كيف؟ يعني وقت بتحكي عن الناس انا اطرح افكار اللي يقبلها يقبلها، مثل ما ذكر نبينا الحبيب سام الذيب، نحن نبيع فجل في سوق الخضره، اللي يحب الفجل بتاعنا اهلا وسهلا، اللي ما يحبش روح خذ خس يعني. بالضبط انا سامي الذيب بحترمه كثير، مع انه كمان ناقد للديانات، بس بحترمه لانه طرحه بيحترم عقله، فهمت كيف؟ شكرا شكرا كثير، يعطيكم العافيه ان شاء الله. لو سمحت جورج خلي ميوت ادخل حسب المداخله. الاخ اكرم اهلا وسهلا، يلا لا ارفع الميوت، واعتقد التمهيس الان لانك بلدياتك على القناه. اهلا بك اكرم، تفضل. اهلا وسهلا، واهلا كريم وجميع، اهلا سيل، اهلا بك. يا اكرم بتاعنا صح، اليوم الصوره متغيره، انت نفس اكرم؟ اي يعني انا نفس. alright على السلامه. ما هي السلامة، غيرت الصوره اخر مره مع في مقابله في اجهر مع ابو الحكم. عندك مداخله وسؤال مع بلدياتك كريم؟ سؤال كريم، بون كان نجم نسال زوز اسئله، باش نسال سؤال الاول اللي هو عقب باللغة العربية، هل علينا انتظار 20 سنة حتى نرى نتائج الثورة الفكرية والتغيير في مناهج التعليم؟ ممكن كان يجاوب كريم. لم أفهم السؤال، أعد السؤال. هل علينا الانتظار 20 سنة حتى تكتمل الثورة الفكرية أو برامج التعليم؟ أو يعني التغيير في برامج التعليم، لأنه حتى اليوم إذا تقرأ علوم في تونس يدرسوك الإزعاج العلمي، يعني ممكن في الحقيقة الثورة الفكرية قاعدة تقع في الانترنت وقاعدة تقع على عين المكان، أما في المجال في معناتها في معناتها المجال التعليمي ومجال الإدارة والسلطة يجب الانتظار، نعم، لأن الثورة القادمة سوف تكون ثورة تقضي على كل أجهزة الدولة، القضاء عليها كليا. يجب ثورة حقيقية تقوم في أوطاننا، ليس مجرد ثورات كاذبة تجميلية. يجب إسقاط كل الجهاز متاع الدولة اللي موجود في دولنا لكي يتم بناء نظام تعليمي علمي إنساني جديد، وذلك سوف يقع بعد ما تنتهي ما يسمى الثورة الفكرية على الانترنت وفي الواقع. وانت تشوف توا الشباب خاصة انت 14-15 سنة واللي طالع نحو هذا الاتجاه، اذا يجب الانتظار. شكرا كريم. اكرم سؤال واحد فقط، هذا هو السؤال الثاني الكريم. بالنسبة لجليل بريك، احنا معناها شفت جليل بريك في القناة بتاعك، وانا بالنسبة لي جليل بريك معناها فكر مضطرب كما بودن، مع الفكر متاعه يعني ميجالومان ياسر، وعطيوني الحكم ومرة يسب الشعب كله ومرة يسب فئة معينة مش يعني الفكر حقد وكل، يعني علاش تخلي أفكار كما أفكار جليل بريك على قناتك؟ أول حاجة بالنسبة للقناة متاعي أو حركة تغيير شمال إفريقيا، كما سأل بالضبط، احنا نظن أنا وسأل متفقين في المسألة هذه، إن الحرية الفكرية منع الناس عن التفكير، لا منع الناس عن التعبير لا يمنعهم عن التفكير. إذا جيت تقول لي عنده أفكار معنتها متاع
نتاع عنف، عنده أفكار مثلا مخالفة للمبادئ نتاعي، هذيك أفكار تمثله هو لا تمثلني أنا، أنا عندي أفكار أخرى، ولكن هل أمنعه من الكلام؟ أعطيني الجواب، هل نقول له لا ما عادش تتكلم على خاطر أفكارك تخالف أفكاري؟ لا ما تمنعوش، ما تشجعوش. يعني شفنا في انجلترا، كي انجلترا احتضنت الاسلاميين شفنا يعني الريزولتا نتاع احتضان الاسلاميين. انت كي تحتضن الفكر نتاع جلال بريك، يعني جلال بريك فاشي فكره. انا اعطيه الكلمه، اعطيه الكلمه، والناس احنا توا ما عادش مينا، ما عادش قصر البشر، ما عادش تطرح، ما عادش اي انسان يقدر يطرح نفسه وصي على الاخر. أنا عندما أتكلم يراجع كلامي، سال عندما يتكلم يراجع كلامه، جلال وقت يتكلم يراجع كلامه. يجب أن نطرح المشكلة متاعنا إحنا في العالم متاعنا، كان عندنا الفكر الأوحد، القرآن الأوحد، الرب الأوحد، الدين الأوحد، يعني التنوع. لو يسمعوا الناس فكرتي وفكرة جلال بريك وفكرة فلان وفكرة فلان وعزوز وكذا، يعني هما يختاروا من بعد وهما مسؤولين على أنفسهم. هذه حاجة. حاجة ثانية، الحاجة الثانية المهمة، جلال بريك رغم أني اختلف معه في كثير من الأفكار، لكن اتفق معه في كثير من الأفكار. هذه مسألة مهمة جدا. وجلال بريك يعتبر إنسان وطني، ما هوش إنسان معناتها يعني تقول لي أنت يحب الحكم يحب، لا يا سيدي، أنت ما تعرفوش يمكن شخصيا، ولكن جلال بريك قلبه محروق على تونس وشنو يوقع فيها من طرف الإسلاميين ومن طرف الطبقة السياسية الفاسدة الذي تبث الرداءة. وجلال بريك عنده الشعبية متاعه وعنده الكلمة متاعه، وفما الناس تفهمه، ما لازمكش يقول لك لا تتوقف على الكلمة، فهمت؟ والثورات تقوم بهذه الطريقة، راه كل من يقود ثورات تلقاهم ناس مضطربين. أنت تسميه اضطراب نفسي، أنا مثلاً عندما أفهم جلال بريك مش كما تفهمه أنت، أنا نعرف جلال بريك أني ما يقتلش ذبانة، وتقول الإسلاميين لازمنا نقتلوهم، مش يعني مش يقتلهم، وإنما هذيك عملية. ما تنساش أن جلال بريك رجل سياسي وعنده تجربة سياسية 40 سنة في المجال السياسي وفي المجال اليساري، إذن هو خطابه يساري سياسي، هذاك علاش معناتها لازمك تفهم المحتوى متاع الفكرة متاعه. طبعا هذه وجهة نظري، وكما قلت لك أنا أعطي الحرية ولا أطرح نفسي وصية على الآخرين، وإنما على الإنسان أن يميز. هذه وجهة نظري. بالإضافة لقنواتنا القليلة المتواضعة، يعني استضافة الشخص لا يعني أنه أنا متفق معه أو أشجعه، نحن عاملين هذه القنوات لطرح الأفكار، مشاركة وتلاقح الأفكار، مش ضروري يكون متفق معه أو أشجعه. ويا ريت نكون مختلفين ونطرح أفكار مختلفة، وهنا ازدهرت الحضارات بصراحة. شكرا لأكرم والأخ إبراهيم، لساتك معنا إبراهيم؟ ممكن السلام عليكم ورحمة العقل تعالى وبركاته. سلام الله تعالى. الإسلام اليوم أصبح مرض خيب في جدنا صحية. عفوا إبراهيم، للأسف كالعادة الصوت سيء جدا، الصوت سيء بشكل. ممكن إذا تحب تخرج وتجي مرة أخرى، جيد جدا، أرجو المعذرة. أهلا بك يا أخ نفزي، زمان يا رجل، أرفع الميوت لو سمحت. ساعتك على ميوت، احنا بنشوف اصبعك على قد الشاشه. ارفع الميوت لو سمحت. طيب حاول، وانا هاخذ مداخله الاخ السوريان. الاخ السوري اهلا بك، ممكن ارفع الميوت تدخل لو سمحت. تحياتي سال، تحياتي لك وللاخ سامي. واضح الصوت؟ واضح، أهلا وسهلا بك، تفضل. يعطيكم العافية، حلقة جيدة جدا. بس في فكرة حابب أسأله فيها للأخ سامي، حسيت شوي اليوم طرحه تجاه الإسلام طرح قصدك الأخ كريم العبيدي؟ عفوا الأخ كريم العبيدي.
الطرح تبعه طرح شوي قاسي على الإسلام. طيب هلا نحن ما فينا نستغل او نعتبر مثلا المسلم العلماني خلينا نقول هو حليف للتنويري، حليف للتنويري اللاديني والملحد، هن بنفس المعركة ضد التطرف وضد الإرهاب وعندهم نفس القيم الإنسانية، بس هو ممكن بيقول لك أنا مسلم بس بيعتبر مثلا أحكام الشريعة أو أحكام التراث هي شيء صالح للزمان القديم أو شيء مو لليوم. هو هيك عنده فكر. لما كان أنت لما بتجي بدك تحطم الإسلام كله أو تعمل ثورة على الإسلام كله أو تعمل حرب على الإسلام كله، يعني أنت هيك عملت كارثة، وردة الفعل حتكون أقوى بكثير، وخاصة أنك أنت مالك للأسف حدا لا بالشرق ولا بالغرب يدعمك. ومثل ما حكى تفضل أنا بفاف 100% بفكرة أنه الغرب فعلا عم يستخدم الإسلام، عم بيعملوا مطية للسياسات للمصالح ليحقق فيها المصلحة تبعه، فعم بيستخدم الدين كوسيلة. فهو ما عنده أي رغبة أنه يتخلص من الدين، بالعكس حابب يكرسه على هالمجتمع. بالعكس إذا صح له الغرب أنه يقدر يفرض الإسلام على الناس. هلا حتى اليوم عم بلاحظ أنا بأوروبا أو شيء صار مثل حيفرضوا نوع من الإسلام، يعني هو صحيح إسلام منفتح بس شوي تاني رح يفرضوا عبق وسائل الإعلام فيه كذا. فهو فعليا عم بيصير أنه الإسلام هاد عم يتسوق. فأنت بدك تجي تحاربه للدين هاد، وأنت لا، يعني صراحة نحن لا نملك شيء، لا نملك إلا أصوات حرة قليلة يعني بكومة كثير كثير نحن قلال، يعني أقلية مجهرية. فكتير صعب أنك تعمل ثورة، أو وحتى بظن البشرية تجاوزت مفهوم الثورة والحروب والتحطيم وهالأمور كلها تجاوزتها. يعني البشر عم بيميل الإنسان للاستقرار، عم بيميل هاي الحركات الراديكالية بظن عفى الزمان عنها. بس ما اللي حابب طول أكثر من هيك، هاي ملاحظتي، شكرا للجميع، تحياتي. شكرا لك. والأخ كريم حيرد بس أنا لا أتفق معك طبعا، لأنه قليلين سننسحب ونترك الساحة للإسلاميين. تفضل كريم. شكرا. أول حاجة أرد على آخر كلمة، يعني أن الثورات انتهت. بالفعل الثورات يعني بالمفهوم الثورات القديمة انتهت، ولكن احنا داخلين في عالم جديد هو اسمه الحرب الفكرية. عندما أتكلم عن الحرب الآن، حتى أنهم يقولون أن في المستقبل ومن الآن أو منذ مدة الحروب أصبحت أكثر فكرية، حتى القول أن قيام حرب عالمية ثالثة هو أمر مستبعد، يمكن تكون مناوشات بين دول بين مناطق، ولكن الحرب الآن اقتصادية وفكرية في الدرجة الأولى. وعندما أتكلم بمصطلحات حروب وثورات فهي حروب وثورات فكرية. أنا لا أرفع السلاح، سلاح القلم، سلاح اللسان، هو هذا اللسان هو السيف القاطع، لا أكثر ولا أقل. هذه نقطة. نقطة ثانية بالنسبة من مسمى بالإسلام العلماني، المشكل يا أخي إن وقعت مشكلة كبيرة جدا في مسألة الإسلام العلماني أو الإسلام المتفتح. الإسلام العلماني يخوض نفس المعركة. احنا قلنا يجب أن نحدد ما هو الإسلام. الإسلام هو الإسلام الذي قام به فعليا محمد، والذي مدون في الكتب التاريخية وكتب الحديث ومدون في القرآن. هل المسلم العلماني مستعد أن يحارب معنا فكريا هذا الفكر الإجرامي الموجود في الكتب التاريخية والموجود في الحوزات العلمية وفي الجامعات الإسلامية، والذي يقوده شيوخ الضلال وشيوخ الجهل والتخلف؟ لو بالفعل هو معنا في هذه المعركة يجب أن يتميز عنهم، لا يستخدم نفس الاسم، لا يقول إنه مسلم مثلهم، يسمي نفسه مسلم علماني، يسمي نفسه قرآني، يسمي نفسه الذي يريد. بينما عندما يقول أنا مسلم فهنا الناس لا تفهم وإحنا لا نفهمون. أنا مفين نعرف ربه مسلم شنو؟ يجي يقول لي أنا مسلم شنو ربك أنت؟ مش نعرف أنا كيفاش نتعامل معاك. هل أنت قل لي مسلم علماني؟ أوكي أحترمك. أما أخي كريم بس خليني ضيف نقطة. الفكرة اللي عم بطرحها بس إنه نحن بدون ما ندخل بقصة الدين كلها، نحن بس عم نتفق إنه هذا الزلمة يؤمن بالدولة العلمانية، الدولة المدنية، بيؤمن بالقيم الإنسانية، بيؤمن بحقوق الإنسان. طيب نحن
نحن شو مشكلتنا الآن مع دينه؟ شو مشكلتنا مع تصوراته للدين؟ طالما هو مؤمن بهالثلاث شغلات وهو ممكن باقي الشغلات عامل فيها تأويل أو ما عنده اهتمام فيها أو شيء، ليش نحن لنحشره بهالزاوية اللي هو حيضطر فيها إنه يصير كافر، يا يعني يبدأ يصير كافر تماما ويخرج عن الملة، يا أما بده يرجع يقول لك لا أنا مسلم وأنا إسلامي، بيعتبر نفسي مثل أردوغان بيعتبر نفسه مسلم وإسلامي وبنفس الوقت علماني، شلون ما بتعرف. بس يعني نحن هيك عم نحصره بجزئية كتير محدودة، بينما نحن نترك الحرية طالما هو مؤمن بالدولة المدنية، طالما مؤمن بحقوق الإنسان، طالما مؤمن بالحريات، خلاص نحن يعني هي المبادئ، أكثر من هيك شو عاد بدنا منه؟ ليش لنحن ندخل بقصة الدين ونعمل دين موازي ويعني هون نفتح باب يعني مثل ما تقول صندوق شرور؟ يعني اليوم كان في بالندوة أحد الأخوة حكى كلام إنه الدعوة الوهابية بالسعودية كانت نوع من إصلاح الإسلام، فمصيبة إذا بدنا نعمل الإسلام جديد يعني. فالأفضل من هالشيء إنه نخلي الدين على جنب وبنتفق على المبادئ اللي موجودة عند الجميع تبع اللي قلت عليها قبل شوي. بس هي حابب أضيفها، شكرا كتير. أوكي، المهم يعني المشكلة بتاع المسلم العلماني عمره ما كان إحنا عنا مشكلة، لا أنا لا سال لا أي ملحد لا أي واحد معاه هو شخصيا، المشكلة مع المسلمين بتاعه. ما نظنش إحنا كان جينا كفرنا أنا ولا سال كفرنا مسلم علماني، اللي كفره هو القرآن بتاعه، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فأولئك هم الكافرون. ولا عمرك شفت واحد ملحد ولا واحد غير مسلم يجي المسلم علماني يقول له أنت كافر وأنت خايب. شكون يقول له أنت خايب وأنت كافر؟ يقولوا له هم علماء الأزهر، يقولوا له هم علماء الدين، يقولوا له هم المسلمين اللي احنا نحارب فيهم. إذن معناتها ما عندنا حتى مشكلة معاه، هو عنده مشكلة، هو مدام حاسب روحه معاهم عنده مشكلة معاهم، هما ماهوش معنا احنا. انا ما عندي حتى مشكلة معاهم، ونظن سال نفس الشيء، وكل اللادينيين ما عندنا حتى مشكلة، ونعزموهم ونحكيوا معاهم ما عندنا حتى مشكلة معاهم. صحيح سال ام لا؟ طبعا صحيح، بس في نقطة انا اذكرها كمان للاخ السوري. انا دائما اقول القرآن يفرح ارهاب، حتى لو أنت كنت الأب والرجل الآن وتؤمن بالعلمانية والحياة المسالمة على الآخرين، لكن ممكن في أجيال أخرى اللي راح تيجي بعدك تقرأ القرآن وتفرخ الإرهاب. وعندنا دليل كبير أنه الآلاف من الأولاد المهاجرين في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا اللي لم يروا الشرق الأوسط بالمرة في حياتهم ولدوا هنا في الغرب، لكن بعد قراءة القرآن التحقوا في الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وإحنا مثل ما قال الأخ الحبيب كريم، نحن لا نكفر أحد، هم المسلمين يكفروهم ويقتلوهم، يبدو إصدار الفتاوي لقتلهم. في إضافة أخرى ولا أنتقل لضيف آخر؟ المهم شكرا يا أخي السوري. والآن صديقنا نفزي، أهلا وسهلا بك حبيب، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل معك مداخلة أو سؤال للأخ كريم، تفضل. مسموع صوتي جيد جدا. أوكي، عسلامة جماعة كل، عسلامة كريم، مش نحوالك. أهلا. المهم أنا حبيت اليوم نخرج بوجهي تقريبا لأول مرة فيديو. مبروك 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 ويشرفك. لأني غادرت أراضي محمد والإسلام والدين وكذا هربا وفرارا، انتقلت أنا وعائلتي معناها للنجاة بحياتنا وبما تبقى لنا من العمر من كوارث معناها التي خلاها رب محمد وجماعة محمد وجماعة عيسى وموسى وجماعة رب الخيال والميتافيزيقا الكل. والله أنا معناها مناسبة، هذه مناسبة كبيرة برشا، سيرتو كريم موجود وأنا حبيت ندخل معاه قبل لكن ما وتتش الفرصة. مواضيع كلها تكونفيرجي في اتجاه واحد. الاسونسيال أنا بالنسبة لي باش ما نطولوش في الموضوع ياسر، حكاية الأديان هذه وحكاية اللعنة بتاع الميتافيزيقا، أنا تقريبا باعتباري باحث في الفلسفة وباحث في القانون
ويعني تقريبا عندي ملتي كاسكيت كما نقولوا في تونس. نحب نرجع الموضوع هذا بتاع الدين إلى كونه خاصة في منطقتنا احنا اللي غزاها الإسلام إلى فلسفة قديمة، أو هالتوحش هذا الموجود في الدين، خاصة التوحش عند في الدين الإسلامي، إلى منطلقات فلسفية أربعة انطلقت منها فلسفة التنوير في القرن 18 تقريبا. انطلقت كمحاولة يعني لإيجاد مسالك فكرية أخرى داخل العقل، انتهت بدأت بالتنوير، انتهت بالديكتاتورية واحتلال وكذا. الأوروبيين تفطنوا للمسائل هذه وراجعوا أنفسهم وانتقلوا من فلسفة الحقوق والحريات إلى الفلسفة الكونية، إلا أنه العرب والمسلمين جدت عليهم الحكاية بتاع الإسلام وكبشوا في البعد بتاع التوحش هذا واستماتوا غديكا، ولم يجد لأنفسهم مخرجا، و يعني ما زالوا يروحون مكانهم يعتقدون في أنفسهم أنهم الحق المطلق. الشيء اللي أعمل مشاكل كبيرة في العصر هذا اللي وقع يعني فيه ما إنتاج المنتوج هذا جديد ما يسمى بالإسلام السياسي أو شيء من هذا القبيل، وأن المصطلح ما هوش علمي ما هوش أكاديمي، لكن المصطلح يعني تقريبا إعلامي متداول هو ما يسمى بالإسلام السياسي كذا. المهم كريم، عفوا أخ نفسي، الوقت عم بيداهمنا، لو عندك مداخلة مباشرة مع الأخ كريم أو سؤال لو سمحت. حابب نسأل كريم، أنا قلت لك مانيش باش نطول. كريم، احنا ما عادش عندنا مشكلة في تونس لو في حكاية الدين، ما عادش ثم مشكلة، لا ثم مأزق، ثم كارثة. لأنه شوف، الموجود في الانترنت يا كريم هو الحركات هذه التنويرية وحركات بتاع الشباب اللي ترك الدين وكذا، نفسها يقابلها التطرف من الجهة الأخرى. اليوم أنت عندنا في تونس الروضات القرآنية هذه كيفاش يتم الاعتداء على الطفولة وتجنيدها لرب الشهادة وتجنيدها وحفظها القرآن، يعني من الصغرى حفظوا فيها في القرآن، تصورتي واحد عمره عام يعلموا فيه وانكحوا ما طاب لكم وبنية كيف كيف وانسود سويت والجو هذا الكل، ولينا في مأزق وقص عليه في الأوطان هذه الكل. يعني أنت كنت تحكي من منطلق سؤال سال، قالك لو كنت مستشار سياسي وكذا، يعني كيف ترى الأمر هذا، كيف يمكن حله؟ أوكي، شكرا لك، تفضل أخ كريم. أنا جاوبت سال كيفاش يمكن حله. أنا بالنسبة لي معناتها أنت قلت ما عادش عندنا مشكل، صحيح أن في تونس احنا عدد الملحدين يعني لا بأس به، يمكن وأكثر نشاط يعني في تونس الملحدين، يعني حتى أن بعض التقارير تقول أنه يوصل عددهم بين 700 ألف إلى مليون ملحد أو لا ديني موجود في تونس، يعني نسبة لا بأس بها من بين 7 إلى 10%، وهي نسبة لا بأس بها. يجب تنظيم هؤلاء اللادينيين في تونس للقضاء، للقضاء كليا، وقيام بثورة حقيقية في تونس للقضاء على الإسلام في تونس بطريقة كلية، وتنحيته من القانون، وتنحيته من الحياة الاجتماعية، وتنحيته من كل أجهزة الدولة. وهذا ما نقوم به الآن، وهذا اللي قاعدين نخدم عليه منذ سنتين، ونتقدم كثير في تونس. يمكن سوف تكون أول دولة تعلن وتطرد الإسلام كما طردت إسبانيا الإسلام، سوف تكون تونس بإذن عزيمة اللادينيين في تونس والأحرار في تونس والإنسانيون في تونس، وهذا يعني سوف تشوفوه من هنا لعشر سنوات أخرى. شكرا كريم، من تمك الباب السمر. معانا كمان الأخت نينا،
موجودة لساتك معانا نينا؟ إذا ممكن ترفعين الميوت. إذا مش موجودة في كان مداخلة. الأخ سيريان كان عنده طلبت مني أسأل كريم سؤال، إذا ممكن تطرح السؤال. ساتك موجود؟ السؤال اللي كتبته لو سمحت أطرحه لكريم. نعم نعم، بس سؤال للأخوة، ما أنه في أخوة كثير من تونس، أنا بس حابب أعرف رأيهم شو تفسيرهم لظاهرة الدواعش. بالحقيقة الدواعش اللي إجوا من تونس تقديراً أعدادهم بحدود 8000 داعشي إجوا على سوريا وعلى العراق. تونس بلد علماني جداً يعني، ومجتمع منفتح وليبرالي لحد ما، فشو تفسيرهم لهالأعداد من الدواعش اللي ما طلعت لا من المغرب ولا من الجزائر ولا حتى من ليبيا؟ يعني تونس لوحدها قد المغرب العربي مجتمعا، فشو شلون بتفسروا هالشيء؟ بس احنا ما عندنا اي فكره بسوريا على الشيء، بس هي فكرتي على السريع. شكرا كثير. تفضل كريم. اول حاجه المغرب الامازيغي ليس المغرب العربي، معناتها اصحح لك يعني احنا ليس عرب، فهمت؟ هذه اول نقطه. اول متكلم بالعربيه بين قوسين، رغم اللي عربيتنا ما هيش عربية أصلا. أول حاجة. النقطة الثانية، رؤيتكم على أن تونس كانت دولة علمانية، هذا كذب بكذب. تونس لم تكن دولة علمانية وليس لها صلة بالعلمانية. كيف دولة علمانية ووزارة الشؤون الدينية موجودة من وقت الاستقلال إلى الآن؟ هل رأيتم دولة علمانية فيها وزارة الشؤون الدينية؟ هذه حاجة. حاجة ثانية، الحركة الإسلامية اللي انطلقت في تونس في السبعينات بعد مقتل أحمد بن صالح، يعني ما يسمى بالمد العروبي الذي كان مدعوم من طرف مصر والشرق نحو تونس، صالح بن يوسف اللي تم عندها قتله، قامت حركة إسلامية اللي هي ما يسمى جمعية تعليم القرآن بقيادة بعض الشخصيات في الزيتونة وتحت قيادة المجرم الكبير رشد الغنوشي وبعض وحميد النيفر وغيرهم من المجرمين الأوائل، وهم في الحقيقة كانوا منافسين لبورقيبة في مسألة إسلام تونسي على مثل الإسلام ما يسمى بالإسلام الفرنسي أو الإسلام الأوروبي. وتونس لم تتوقف من تفريغ الدواعش والإسلاميين في عهد بورقيبة، وتعرفوا العمليات اللي وقعت، وفي عهد الزين والمجموعات الأمنية اللي تم القبض عليها والعناصر الإسلامية التي تم إرسالها للجزائر في السنوات السوداء الجزائرية. وكل هذه التفاصيل في الحقيقة أكذوبت أن تونس دولة علمانية ودولة ليبرالية هي أكبر كذبة لا وجود لها، ولا فرق بين بورقيبة ورشد الغنوشي، بل كان الخلاف من بين بورقيبة ورشد الغنوشي هو خلاف من يطرح إسلام أكثر تطورا، لا أكثر ولا أقل. وهذا الموضوع متاع اللي يجهله كثير على تونس، قريبا سوف يخرج كتاب يعني ب 480 صفحة في باريس في شهر أبريل، في الأول سوف يكون بالفرنسية ولكن سوف يترجم بعد بالعربية، يطرح 50 سنة من تاريخ الإسلام السياسي أو تاريخ تونس اللي كثير من الشباب ما يعرفوهش مع الأسف. اللي والدليل أنها اليوم النداء اللي هو وريث الحزب البورقيبي متحالف مع حركة النهضة الذي هي حركة إسلامية. نظن أجبتك. ونقطة، لماذا موجود 8000 شخص أرسل إلى سوريا؟ أجيبك عليه بنقطتين بكلمتين معناتها قصيرتين. هو أن عندما عادت النهضة إلى تونس كانت عندها جناح مسلح. الجناح المسلح هذا ما تقدرش، حاولت باش تتفاهم معاه في بداية الثورة أنه تدمجوا في قوات الأمن وقوات الجيش، لكن البعض منهم قبل الاندماج والبعض الآخر رفض. فتم الاتفاق مع رشد الغنوشي، وهذا في فيديو مسرب، أرسلهم بمساعدة علي العريض اللي هو وزير الداخلية وحمد الجبالي، تم إرسالهم إلى ليبيا
البعض منهم ارسالهم منهم ابو عياض والمجموعه نتاعو اللي متكونه من 30 الف تونسي داعشي واللي هما الجناح العسكري لحركه النهضه، والطرف الاخر تم ارسالهم اللي هما 8000 عن طريق اتفاقيه مع تركيا ومع قطر الى سوريا. اذا هي صفقه لا اكثر ولا اقل، وما هذم 8000 اللي ارسلوهم لسوريا و30 الف اللي ارسلوهم لليبيا ما هما الا الجناح العسكري لحركه النهضه الذي رفض الاندماج في الجيش والامن التونسي. وشكرا. شكرا كريم. بس محاوله اخرى مع نينا اذا موجوده، رجاء نرفع الميوت. مثير أزول كريم، أزول سال صفي، أزول ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعرف صوتك، نعرف صوتك. وليت اسمك نينا؟ وليت اسمك نينا؟ نينا خليها ساكتة كريم، نينا أوكي. سر سر كريم. تفضل. طويلة نينا ولا نانا؟ كيما تحب كيما تحب كريم. كان عندي يعني قولوا لها القناة ديالي وعاودت قناة واحدة أخرى لهذا بدلت، يعني قال لك بدلوا كي يحبوك كيما يقولوا. تبديل السروج فيه راحة، تبديل السروج فيه راحة. فوالا ولا بدل ما راح تسترع في الجزائرية. اسمح لي يعني قلت الإنسان ما يبدل من أفكاره ولا من أي شيء يعني فيه راحة للإنسان، وخاصة نحن النساء نحبوا نبدلوا. صافي هذه مدة طويلة جدا، أنا حبيت نوجه لك تحية، وأنت عارف شغل الحياة وما كنتش ندخل بزاف باش يعني الإنسان لما يكون محيط بمشاكله صراحة ينسى العالم وينسى كلش، يعني يكون متقوقع على نفسه فقط. لكن أنا حبيت نقول أني رأيي على كل حال على يعني رانا نشوفه يمكن كنت نشارك مع سال منذ سنة، ورانا نشوفه يعني سنة مرت ولا تطي أي بلد عربي بين قوسين، لا يعني كل شيء راكد كأنه مستنقع، بيطلع منه روائح ويطلعوا دواعش مثل هذه يعني المستنقع اللي يخرج منها يعني حشرات ضارة. يعني واحد حب يحدد أسكو الناس راهم حابين يخلوا الأمور بهذه يعني بهذه الفوحة بهذه الكريهة، ولي من صالح ماذا يبقى الأمور على حالها؟ ولا رئيس ولا دولة ولا أي شعب يعني قدم يعني نموذج لنقوله يعني أوكي. كله خلوطة، كله ما كنا نشوفه يعني تونس دايما هي عطيتنا واحد شوية تاع الأمن، لكن كم مرت من سنة 7 سنوات يمكن على الثورة التونسية، يعني رانا نشوفه يعني كأنه الألعاب أدوار فقط. مازال أمل في تونس، مازال أمل، نتمنى على حال، لكن احنا أننا كثير متعجلين. لا لا لا. يقول لك المليح يصبر، المليح يصبر، المليح يطول. تونس سامحني نينا، يعني المسألة احنا توا في تونس انتقلنا من مرحلة الدفاع الملحدين ولا دينيين، من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. مع الإسلام ما ينفعش أنك ديما تدافع، لازمك في مرحلة من المراحل تعمل الهجوم، والإسلام لا يمكن أن تقضي عليه. أنت شوف كيفاش الإسلام ده هاجم 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 هاجم، وقت أوروبا قررت باش تطردوا. تعرف احنا عندنا الكلب اللي نسميوه الكلب العربي، تعرفوه نينا؟ لا لا صراحة الكلب اللي موجود في شمال أفريقيا، الكلب هذا يا سال نسميوه احنا الكلب العربي. هذا الكلب العربي يجي يجري ينبح عليك، كان هربت يخلط عليك، كان وقفت يهرب. الإسلام مثل الكلب العربي، ما لازمكش تهرب قدامه، ما لازمكش تخاف منه، لازمك تهاجمه، وقت تهاجمه يهرب. وفي تونس مازال فما أمل، وفي تونس اللادينيين قاعدين يخدموا في خدمة صحيحة، وسوف ترى من هون 10 سنوات ماذا سوف يحدث في تونس. أوكي، وكيف ترى الأمور في السعودية لأنها هي منبع كل شيء؟ مش بدخلني في رب السعودية، خليهم يدبروا روسهم.
لا يعني على الانفتاح بين قوسين يا يعني ودي انفتاح مزيف، الانفتاح اللي مزيف. عملوه هو ما اوكي عملناها احنا عنده 200 سنة. لا لكن هذه السعودية نتكلموا على منطقة يعني دينية مقدسة لمليار ونصف مليار، يعني شفت يعني ثقلها الديني، يعني اسكو كما قلت انت انفتاح مزور او انفتاح يعني يعني لرضاء الغرب. يعني انا صراحة نشوف حتى الان لم توضح الصورة بالنسبة لي، لكن ما بعرف لا انا فقط. بالنسبة سيدي للسعودية، سامحني نينا، بالنسبة للسعودية يعني أول حاجة تقول لي السعودية، لم تكن السعودية منطقة لكل العالم الإسلامي، المنطقة لكل العالم الإسلامي هي مكة والمدينة فقط، ليس كل السعودية. هذه نقطة. نقطة ثانية، مسألة جعل مكة والمدينة مثل الفاتيكان، هذه فكرة تم طرحها، وحتى ان في مشروع سليمان انها تولي، معناتها السعوديه تولي فما حريه في كل مدن السعوديه الا منطقه مكه والمدينه فقط. وهذا ليس ارضاء للغرب، وانما لكسب تأييد الغرب من الخطر الايراني، لا اكثر ولا اقل. هي مكره اخاكم لا بطل. صح اوكي، يعني ما فيش انفتاح فقط لعرض. مجامل الغرب يا نينا، بعد ما زارهم خليفة الإسلام ولينا ترامب يس تغيرت السعودية بعد زيارة واحدة، بعد ما أخذ الجزية من عندهم. وربي يستر ما يعملش زيارة أخرى. anyways يعني أنا هذا السؤال اللي حبيت نقوله، وحبيت تاني نأكد على الأخ جورج من سوريا. أنا يعني كما قال كريم، مع يعني أنت تعرف إحنا مسلمين عندهم يعني نظرية المؤامرة، هذه نظرية المؤامرة ما تقدر، يمكن تنحي لهم الإسلام، ولكن نظرية المؤامرة هي والإسلام يعني في ارتباط، يعني ما بعرف ارتباط يعني وطيد جدا. يعني كان رشيد في البداية دياله كان عنده تأثير كبير، يعني تأثير كبير، لكن تراجع نوعا ما. علاش؟ لأنه بداوا الناس يقولوا هو راه يهاجم من منطقة مسيحية. يعني لو أنت تحب تنور هذه الشعوب مش تاخذ موقف من، لأن المستشرقين مثلا في أوروبا أو في فرنسا ما مشاوش عند العرب وقالوا المسيحية فيها كذا، من قلب باريس، من قلب هذه الدول الأوروبية هاجموا الكنيسة، وما مشاوش عند العرب أو عند الصينيين أو عند، وبداو يقولوا لا شوفوا كذا وكذا. يعني احنا نقولوا هو الكلام اللي يقول فيه اتفق معه تماما، يعني ما فيش نقاش في الكلام اللي يقوله، لكن المنبر اللي خاطف فيه سوف الكلام الحقيقي، يعني المسلم او اللي خاطب، هو في الاصل خاطب مسلمين، يعني يتلوث يقول ليش هو يعني عند المسيحيه. انا نشوف كيما صار مثلا، هو منبر حر، يعني قناه في اليوتيوب صح صغيره وكذا، بصح هو حر، يعني ما يمشيش عند يعني كاش قناه كبيره ولا قناه يعني مدعمه من طرف، لكن هدف القنوات تكون اكثر نقيه. هدايا اللي نختلف مع الاخ جورج، وحبيت نقول له المسلمين من انتفضوا على الدين ديالهم ولا على الكنيسه ديالهم لم يذهبوا لاي احد، قعدوا في اماكنهم ومن قلبهم بداوا بالانتقاد دينهم وبانتقاد الاشياء التي كانت لا تتماشى مع العقل. لماذا نحن بين قوسين الشرق اوسطيين شمال افريقيا، لماذا نعمل نفس الشيء؟ لماذا؟ انا ما نش نقول اقعد في العاصمه التونسيه ولا العاصمه المصريه، لا، على الاقل صح الانسان يخاف على حياته وعلى اهله، لكن على الاقل تروح على الان انترنت، تعمل القناه في الانترنت وتتكلم، يعني حتى انت تكون في امريكا ولا في المانيا يعني انت حر يعني. لكن لما تكون في قناة يعني الكل يعلم أنها مسيحية وتبشر، هم يقولوا قناة مبشرة،
هذا المسلم الذي تريد تخاطبه سوف يهرب. وإحنا نعرف النزاع يعني ينافس المسيحية بكل صراحة، ينافسها المسلمين في العدد وفي الانتشار. اليهودية أصلا لا ينشرون دينهم، يعني نكونوا صراحة، يعني فيه بعد الخلط في هذه الأمور يعني. وهذا رأيي، يمكن كيما يقول لك أحمل الخطأ أحمل الصواب ولا أدعي الحقيقة. تفضلوا. شكرا يا صحابية نينا، شكرا لحضورك، ونتمنى نشوفك مرة أخرى في حلقات يعني أكثر. شكرا سال على هذا شكرا يعني شكرا عزيز هذا الوقت. شكرا كريم، أخذت كثير من وقتك، almost ساعتين، فأرجو المعذرة، سامحني. تعرف أنا مدمن على سماع آرائك. إذا تحب كلمة أخيرة مشان ننهي الحلقة، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، لا خضوع على الاستسلام حتى يسقط الإسلام. يجب أن نهاجم الإسلام، ما عادش مجرد دفاع، ما عادش مجرد نقد. يجب أن نكون معناتها لا حرية لأعداء الحرية. المسلمين بالنسبة لي ما عادش تعطيوهم الكلمة، فهمت؟ يعني الكلمة بتاع الغير محترمة، طبعا الكلمة، لأنهم لو تعطيهم الحرية سوف يستعملونها ضدك. إذا هذه أنا السياسة متاعي اللي باش نتبعها على الصفحات متاعي وعلى القناة متاعي، ورب واحد منكم يحط تعليق، ورب واحد منكم يعمل يحل رب فمه. هذه كلمتي الأخيرة للمسلمين المحمديين، وشكرا. كريم العبيدي، جزيل الشكر، ساعتين رائعتين مع مفكر المفضل، شكرا جزيلا. ولكم يا أخواني وأخواتي، عندنا 120 مشاهد وعندنا 60 لايك. الثعبان الأقرع ما سترى في فراشك، من لم يضع لايك. عفوا نرجي، كان عفوا عفوا، أنا لسه أنا عاوز أنهي الحلقة ذا، فأدكم شيء بعد الحلقة. كلمة صغيرة في السياق اللي يحكي فيه كريم. كريم أنا كثير من وقت كريم، بليز اختصر قدر. كلمة صغيرة كريم، أنا عندي أسبوع ما اللي هربت من تونس، باهي مشيت مع صديق باش نعمل شريحة تاع تليفون. السيد اللي يعمل في الشرائح هذايا بنغالي، وأنا توا موجود في دولة يعني تقريبا 150% من سكانها كفار وملحدين وما يمنوش بحتى دير رب حتى حاجة، حتى رب شيء، ما يمن بشيء. بنغلاديشي اللي يعمل في الشرايح بتاع الهاتف يحكي هو صاحبي، لأنه اللغة ما نتقنهاش أنا اللي يحكيه بها، كي جابش يعمل لي شريحة سأله أول رب سؤال سأله له، قال له مسلم هذا؟ وهو في رب الدولة بتاع كفار، يعني أنا لو مانيش مسلم ما يعمليش رب شريحة، هذاك الموجود هو رب المسلم في دولة رب الكفار. يعني مش رب الإسلام خالص البلاد الكفار، الإسلام مش نعرف ربهم، وأنا عندي عقدة معاه، معناه وين نمشي تاردوا في زبي هذوما، سامحوني الكلمة، رب المسلمين والإسلاميين ورب الإسلام هذا ورب ما يعني ما هذا رب الإسلام مسبب لنا صداع كبير قوي. اي مش يعني ان شاء الله في فرصه اخرى نحكيهم اخير فرصه اخرى. شكرا لك كريم مره اخرى، شكرا جزيلا، حلقه رائعه بكل معنى الكلمه. شكرا لكل اخواتنا واخواننا اللي شاركونا، نرجو مشاركه الحلقه. الى اللقاء وليله سعيده، تحياتي للجميع، مع السلامه.